الكذب حاجة وحشة أوي، يمكن يكون أوحش حاجة بيعملها البني آدم، خصوصا مع الناس اللي بيثقوا فيه. والكذاب مهما حاول مصيره يتكشف في يوم. وعلى رأي اللي قال الكذب ملوش رجلين. وعجبي انت اتجننت يا جدع، انت جاي تبوظ الفرح؟ لا يا رجز باشا، انا حاليا بنقذك من حفرة انت هتقع فيها. حفرة ايه؟ وضح كلامك فورا يا اما هطلب لك البوليس. تسمح تديني من وقتك 5 دقايق وانا هفهمك كل حاجه. مش عايز افهم حاجه، انا هبلغ. يا رشدي بيه ارجوك يا باشا، اديني بس 5 دقايق اقول لك فيها اللي عايز اقوله، وبعدين اعمل اللي انت عايزه. اتفضل قول. هستاذنك بس ندخل اي اوضه نتكلم فيها، مفيش داعي للشوشره والفضايح. وهو لسه في شوشره وفضايح اكتر من كده؟ ارجوك يا رشدي بيه اتفضل معايا انت والاستاذه اميره. ها انا انا خلاص يا اميره، تعال نشوف هيقول ايه وبعديها انا هعرف اتصرف معاه كويس. اتفضل يا باشا. خلصني يا جدع انت، اقول في ايه؟ اتفضل بس استريح، ويا ريت الاستاذة اميرة كمان تقعد وتستريح عشان اقول لكم عن مفاجأة. مفاجأة ايه؟ اسمع يا استاذ وركز معايا. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، كان في راجل بيحب ست وهي مفهماه انها بتحبه، مع إن الست دي بتحب راجل تاني، والراجل التاني مفهمها إنه بيحبها مع إنه بيحب ست تانية. ودوخيني يا لمونة يا لمونة دوخيني، وحطيلي الخاين قدام الخيلة. الراجل ده بيخرف، يلا بينا يا رشدي. استني بس يا أمير، بقولك يا جدع أنت، أنا صابر عليك وصبري ابتدى يخلص. يا إما تقول كلام واضح وصريح، يا إما بشرفي أحبسك في أوضة مقفولة مع كلاب شرسة ما بتاكلش غير لحمة. حالا حالا يا باشا هقولك الكلام الواضح وبالدليل، بس اسمح لي أتقمص دور الساحر اللي حيطلع حاجات مستخبية. هلي هوب، اتفضل يا أستاذ نديم وهات معك الدليل. يا رب يا ساتر، اتفضل يا أستاذ هيثم. اوعى سيبني كده، أنا ابن ناس على فكرة. ايه ده؟ انت ربطه ليه كده؟ مين ده؟ ده الدليل رقم 1 في القضية. اسمح لي أعرفك يا رشدي باشا، ده الأستاذ هيثم عشيق خطيبتك. ايه؟ انت ازاي تتجرأ؟ واحدة يا رشدي باشا، وقبل ما تتهور اسأل الأستاذة. ها بعد إذنكم. من غير ما اسأل، انا ثقتي في أميرة ملهاش حدود. طب ما تثقش قوي كده، عشان الصدمة هتبقى كبيرة عليك لما تعرف الحقيقة، وتعرف ان الأستاذة متفقة مع الأستاذ على انهم ياخدوا كل ثروتك. كذاب كذاب، الكلام ده كد، اوعى تصدقه يا رشدي. انا كذاب؟ طيب كويس، حس كده بقى يبقى حضرتك مش هتتضايقي لما تشوفي الأستاذة داليا. داليا مين؟ علي ياب. خش بالدليل رقم 2 يا أستاذ نديم. يا رب يا ساتر، اتفضل يا أستاذة داليا. اوعى سيبني كده، أنا بنت ناس على فكرة. ايه ده؟ مين دي؟ مش عارف، تيجي نسأل الأستاذ هيثم. قول لنا يا أستاذ هيثم مين دي؟ دي ما تقولش حاجه يا هيثم لحسن نتكشف. اوعى تقول لهم اننا بنحب بعض وعايزين نضحك على اميره وناخد فلوسها بعد ما تضحك على رشدي وتاخد فلوس. ما شاء الله، نبيها الاستاذه داليا. الله يخرب بيتك يا داليا، طول عمرك هبله. والله دلوقتي بقيت هبله؟ يا خساره سندوتشات الكبده اللي بتاكلها كل يوم على حسابي. مين دي يا هيثم؟ الكلام ده بجد؟ مين دول يا اميره؟ الكلام ده بجد؟ يا جماعة أنا شايف إن الموضوع بقى واضح ومش محتاج أسئلة ولا شرح، وأنا دلوقتي تحت أمرك يا رشدي باشا، تقدر تعمل فيا اللي أنت عايزه. تدخلني بقى أوضة الكلاب، أوضة الأسود، أوضة الفيران حتى، أنا خلاص رضيت ضميري ووصلت لك الحقيقة. يا محروس، هات رجالتك وتعالوا خدوا الأستاذة أميرة والأستاذة داليا والأستاذ هيثم وطردوهم برا الفيلا فورا. طب أستأذن أنا، بس قبل ما أمشي عايز اقول لحضرتك كلمة على انفراد. مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. انا مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ حسام. لا لا لا، ولا شكر ولا حاجة يا رشدي باشا، انا ما عملتش حاجة. لا طبعا، ازاي الكلام ده؟ ده انت انقذتني من حفرة كبيرة قوي كنت هقع فيها. يعني خلاص حضرتك لغيت فكرة الجواز؟ ايوه خلاص، انا مش عارف ازاي فكرت في الجواز تاني. احساسي بالوحدة بعد غياب ميرفت خلاني مش عارف انا بعمل ايه. هو حضرتك لسه بتحبها؟ وعمري ما نسيتها، وموضوع الجواز ده كان مجرد محاولة إني أعرف أنسى، بس من جوايا ما كنتش حاسس ناحية أميرة بأي مشاعر حقيقية. أنت كنت بتحبوا بعض قوي أنت ومدام ميرفت. طبعاً، ميرفت دي حب حياتي، ولو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي ضفرها، وأنا غلطان إني فكرت أتجوز تاني وهي لسه تعبانة في المستشفى. هي عندها إيه؟ الدكاترة مش عارفين،
بيقولوا أعضائها كلها سليمة ومفيش سبب واضح للغيبوبة. غريبة، أنا عايش في جحيم من ساعة ما سابتني، بقيت مش عارف مين فينا اللي في غيبوبة. إن شاء الله ربنا يطمنك عليها وتفوق. يا ريت، أنا نفسي ترجع تاني، ميرفت دي حب عمري، ربنا يجعل يومي قبل يومها. لا لا ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رشدي باشا، بعد إذنك. شقلطة مرمطة همت ردرتة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت روح ولقيت أشبه عطيها نوح وشيت اللطة. شقلطة مرمطة همت ردرتة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت روح ولقيت أشبه عطيها نوح وشيت اللطة. هاي يا حسام، ايه الاخبار؟ كل خير يا است ميرفت، خلاص الجوازه باظت. بجد؟ امال هو انا اقدر اكذب عليكي برضو؟ انت مش قلت الارواح ما بتعرفش تكذب؟ ده صحيح فعلا، الارواح النقيه مش بتعرف تكذب، لكن الارواح الخبيثه ممكن تعمل اي حاجه وانت روحك نقيه، وعشان كده انا متاكده انك مش بتكذب. روحي نقيه؟ ده انا قتل قتله. اها اها اها، ها طمني، وبوظت الجوازة ازاي؟ يا فندم الموضوع ما كانش محتاج مجهود ولا حاجة، هي كانت طمعانة في فلوس وعايزة تتجوز شاب من سنها، يوم عشان نيتها الوحشة تقع في واحد خاين زيها عايز يلهف منها الفلوس ويتجوز واحدة تانية، يقوم عشان نيته السوء ربنا يوقعه في واحدة هبلة تعترف بكل حاجة. مش هطول عليكي، لمتهم قصاد بعض وواجهتهم بالحقيقة وخلص الموضوع. ورشدي أكيد زعل لأنه كان بيحبها زي ما قلتلي. لا زعل ولا حاجة، ده زي ما يكون مصدق، زي ما يكون طير محبوس وحد خرجه. لا 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 بلاش مبالغة. لا مش مبالغة ولا حاجة، والله الراجل بيحبك يا ست ميرفت وعايش على ذكراكي. موضوع جواز البنت الصغيرة ده كان غلطة، وهو خلاص رجع لعقله وبيتمنى لو ترجعي له. بجد يا حسام؟ بجد يا ميرفت هانم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. لا 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 بتشكرينيش ولا حاجة. على العموم أنا عندي وعد، ومراتك مش هتظهر لك تاني خالص، وبالنسبة بقى للفلوس. لا 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 الفلوس إيه، مش مهم مش مهم، كفاية إني شفتك. أنا هقولك على مكانها بس مش دلوقت. ليه بس كده؟ ليه؟ عشان شايلة لك مفاجأة. مفاجأة؟ أيوة، وهتعرفها المرة الجاية. ايوه حاضر. يا ساتر يا رب، الواحد ما بقاش فاهم هو في حلم ولا في علم. ايه ده؟ الانسه مايا. صباح الخير يا استاذ حسام. صباح النور يا انسه مايا. انا جاهزه. جاهزه؟ جاهزه لايه؟ عشان نروح لمدام حنان ونزورها. ها؟ ايوه. طب اديني بس 5 دقايق وابقى جاهز. طيب انا طلبت عربيه توصلنا والكابتن جه تحت، هستناك في العربيه. يعني انا بهرب منها في الاحلام عشان اروح ازورها في الحقيقه؟ يلا يلا امري لله. ما تردش فيها الروح، خلاص في باب الدماغ. الف سلامه عليك يا مدام حنان، يا رب ان شاء الله تقومي بالسلامه. مش عايز تقول لها حاجه يا استاذ حسام؟ لا ما هي في غيبوبة ومش هتسمعنا. لا على فكرة أنا قريت قبل كده أن اللي بيبقى في غيبوبة بيبقى حاسس باللي حواليه. لا ده كلام فارغ، معلش أنا آسف يعني، بس هو شر البلاتي ما يضحك. مش معقولة طبعا. لا على فكرة ده كلام علمي أنا متأكدة. متأكدة؟ يبقى يلا نمشي دلوقتي حالا بعد إذنك. طب استنى، أنا ملحقتش أسلم عليها. لو قعدنا أكتر من كده كلنا هنروح في داهية. أبوس إيدك يلا نمشي. شقلطة مرمطة همت ردرتة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت روح ولقيت أشبه عطيها نوح وشيت اللطة. ايه ده؟ مين اللي جايه هناك دي؟ مش معقوله، ميرفت هانم شكلها لحظة كلامها. يا ترى هتعملي فيا ايه اللي ما بتتسمي؟ يا تفتف يا دلع، لا تقول لي انا اتغيرت عليه، انا زعل اولع. يا رب تولعي ما يلحقوا يطفوكي. اهمنك انت، اهمنك انت، اهوي نص. مش ممكن
الخلقة خلقة مراتي، بس الصوت والكلام حاجة تانية خالص. قولها ما تتكسفش، نسخة من نانسي عجرم مش كده؟ فعلا نسخة بس مضروبة. مضروبة؟ كده برضو؟ طب انا هندهلك مراتك. لا لا، ابوس ايدك، ما تندهياش. طب خليك كويس بقى ولم لسانك. حاضر حاضر يا ست الكل، تأمريني بايه؟ اعرفك بنفسي، انا نانسي. احنا هنكدب من اولها بقى. انا اسمي نانسي الصواف. هاي اسمك نانسي، لكن المنظر اللي قدامي ده مش نانسي خالص. وبعدين معاك بقى يا حن. لا لا، ابوس ايدك يا ست نانسي، يا احلى نانسي في الدنيا. ايوه كده. والله يا رجاله تخاف ما تختشيش، اكتم بقى وخليني اعرف اتكلم. حاضر حاضر، اديني كتمت، اتفضلي اتكلمي. انا اسمي نانسي الصواب. يا اهلا وسهلا يا ستي. وكنت رقصة في كباري الليلة. يا ما شاء الله ونعم الشغلانة. وكانت الزباين بتيجي الكباري مخصوص عشان انا. ما بيفهموش. ايه؟ ما يقدروش ما يقدروش ما يجوش. بس اللي محدش يعرفه اني كنت زوجة وام، كنت بحب جوزي جدا. لا ساتر يا رب. وطبعا كنت مخبية على جوزك موضوع الكباري دوت. لا طبعا، انا مستحيل اعمل حاجة من ورا وليد، ما اقدرش اكدب عليه. انا اكدب؟ لا طبعا ما يصحش، كله لك كدب. بالظبط كده. المهم انا ووليد كنا متفاهمين، وكنت دايما بوفق بين بيتي وشغلي، وكنت اخلص نمرتي في الكباريه اجري على البيت واعمل واجبي كزوجة وام، وفي ميعاد نمرتي انزل وبيتي زي الفل واروح على شغلي جري. يعني عمري ما كنت بروح كده ولا كده ولا كده. يا سلام يا سلام، يعني حضرتك تقصدي انك كنت من الكباريه للبيت ومن البيت للكباريه. الله. بالظبط كده. حلوة قوي. ودلوقتي حضرتك جايه لي ليه؟ عايزاني اروح ارقص مكانك يعني؟ لا طبعا، انا محدش يقدر يملى مكاني يا حبيبي. صبرني يا رب. طب ممكن حضرتك تقولي لي محتاجه مني ايه؟ محتاجه منك تروح تشوف وليد جوزي وتطمني عليه وعلى اخباره. يا دي النيله يا دي النيله، وبعدين في الشغلانه انا مش عايزه تخلص دي. يوه، انا نسيت اقولك ان اللي بعتني ميرفت هانم السنهور وقالت لي اقول لك حاجه مهمه قوي. يا سلام يا فرج الله، اكيد هتقولي لي على مكان الفلوس. طب ساكته ليه؟ ليه ما تقولي بسرعه؟ الست ميرفت بتقول لك. ايوه. ساعد نانسي ونفذ لها طلبها، وانا هزود لك المكافاه وخليها قد كده. يا دي النيله على قد كده دي، وسنين قد كده دي. إيه؟ اقول لها انك مش عايز الفلوس. خلاص خلاص، براحتك يا اخويا. سلام بقى. لا استني يا استنانسي. افندم. والله الاستاذ وليد ده الاقيه في انهي كباريه؟ كباريه كباريه ايه يا حبيبي اللي هتلاقي فيه وليد؟ مالك زعلت كده ليه يا استنانسي؟ عشان وليد جوزي ده راجل محترم، ده مدرس فلسفة. مدرس فلسفة؟ ايوه، روح له مدرسه الاخلاق الحميده الثانويه. بنين بنين، ها مش بنات، عشان انا جوزي راجل محترم. والنعمه الاخلاق، صبرني على الراف. بتقول حاجه يا اخويا؟ بقول عنوانها فين المدرسه دي؟ اقول لك يا سيدي. صبرني على الراف. الراجل محتاج للست، والست محتاجه للراجل، وفي راجل يقول لك انا مبسوط من غير ست، وست تقول لك انا مبسوطه من غير راجل. يمكن يكون عندهم حق، بس ده ما يمنعش ان الراجل محتاج الست، والست محتاج الراجل. لا لا لا، مش معقول يا حسام. حقيقي مش معقول. بطل ضحك بقى يا ساتر، والله العظيم لو ببطلت ضحك لاقوم اجيب كوز لانشون وارمي عليه تعويذه واكلهولك. ايه ده؟ انت قصدك ايه؟ عايز تقتلني؟ لا عايز اعشيك.
يعني ليك نفس تضحك بعد كل المصايب اللي بسببك ديت؟ ما انت اللي بتقول كلام غريب جدا يا حسام والله. اهو ده اللي حصل بقى. لا لا مش معقول. لا يا سيدي معقولة. الست نانسي كانت رقاصة، بس مش اي رقاصة بقى، رقاصة محترمة من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت، وجوزها بقى يا سيدي بيشتغل مدرس فلسفة. هي عايزاني بقى اروح واعرف اخباره. طب وانت ليه تسمع كلامها؟ عشان الست ميرفت هتزود لي المكافأة. وقعت بلسانك. يا دي النيلة يا دي النيلة، قلت له ليه بس يا ربي؟ اخي يا نصاب يا غشاش، بقى عمال تقول لي من الصبح ده عمل خير ومش عارف ايه، وانت كل اللي همك الفلوس يا مد يا رأس مالي. يا سلام، وانت همك ايه ان شاء الله؟ الفلوس طبعا، بس انا عايز الفلوس عشان احقق بيها اهداف نبيلة. اهداف نبيلة؟ ده غير شيماء، هي بقت الاهداف اللي نبيلة. ماشي، ايه هي اهدافك يا سيدي؟ عايز اشتري حمار منقط. قصدك حمار مخطط؟ لا لا لا، ده قدم خلاص، ده من التمانينات يا راجل، دلوقتي نازل حمار منقط بس ايه تحفة، هيولع الدنيا في الفقرة بتاعتي. دفعت له مقدم وتأمين بس لسه بقصد فيه. فقرة ايه؟ فقرة الأسود. تخيل كده لما تشوف مطاردة حية على المسرح بين الأسد والحمار المنقط، الحمار المنقط اللي مش عارف انه منقط، وتشوف صراع البقاء قدام عينيك وكأنك بتشوف معنى الحياة نفسه. يا أخي ثقتك في عمق كلامك بتبهرني. صدق صدق، أنا نفسي أشوف الأسد وهو بيجري وراك أنت عشان يأكلك ونخلص. بغض النظر عن الدفائن والضغائن اللي جواك، لكن لعلمك الأسود بتحترمني جدا وبتيجي قصادي وتنونو. طب يا أستاذ نديم الحلو، ممكن تخلصني بقى؟ وانت عايز مني إيه؟ عايزك تيجي معايا. واجي معاك ليه؟ ما تروح أنت. لا مش هينفع. ليه مش هينفع؟ أصلي بصراحة يا ابني مالك متوتر ليه؟ قول في إيه، ما تخافش. طيب بص، أنا هقولك بس توعدني ما تقولش لحد خالص عشان ما حدش يعرف الموضوع ده خالص. قوله ما تخافش. أصلي بصراحة كده وأنا عيل صغير كنت انطوائي شوية، وكنت بخاف قوي قوي أروح المدرسة. لما كنت بروح كانوا العيال معايا. مفهوم مفهوم. كانوا بيتنمروا عليك؟ لا يتنمروا ايه، دول كانوا بيوقفوني في النص وبيلعبوا سبت صلاة. اوه صدق، ده مرة العالم كان بيتغسل علقوني مكانه. لا مش معقول. يا ريتهم علقوني، بس دول قالوا لي رفرف. يلا رفرف، وانت عملت ايه؟ رفرفت طبعا. يا هلا المهزلة. انا اتبهدلت خالص في المدرسة، فلو سمحت ممكن تيجي معايا علشان مش هينفع اروح لوحدي. انا بمجرد اشوف باب المدرسة بخاف بخاف واترعش. اقول يا حسام، انت بتشاركني اسرار عنك محدش يعرفها، قد كده صداقتنا اتطورت. يا سيدي اديني اتنيلت وقلت، عارف لو حكيت لحد هعمل فيك ايه؟ ما تخافش يا حسام، كل اسرارك بلا استثناء في بير. طب قلت ايه بقى؟ موافق طبعا. احنا خلاص يا حسام، صداقتنا بقت صداقة متينة، أسمنتية، فولاذية، رخامية، صداقة شديدة وما ينفعش أرفض لك طلب. طب يلا بينا بقى، بما إن صداقتنا بقت شديدة هنروح فين؟ يا نهار أسود ومنيل علينا، تاني هنروح مدرسة الأخلاق الحميدة يا سيدي. دي اللي جنب فرن الأسرة السعيدة؟ بتاعت الحاج محمد بيومي اللي في الرابع؟ أيوة عليك نور، اللي جنب مكتبة النية النظيفة. مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. في ايه يا حسام؟ ما تتحرك، باب المدرسة قدامنا اهو. مش عارف، اول ما قربنا من المدرسة حسيت بكرشة نفس ورجلي بقت تخبط في بعض، مش قادر اتحرك. مش قادر ليه يا ابني؟ ما انت كنت كويس. لا يا راجل. تعالى بس يا حسام، انت دلوقتي مش طالب في المدرسة. لا يا راجل. ايوه انت كبرت وبقيت راجل كبير، والعيال الصغيرة هتقول لك يا عمو. متأكد ان هم هيقولولي يا عمو؟ ايوه طبعا متأكد. طب خلي جنبي، والنبي والنبي خلي جنبي. ماشي يلا. ايه ده الباب مقفول؟ ماشي، بس انا الان استاذ وليدي ضربنا عصايتين عشان ما عملناش الواجب. ما تخافش انا جنبك اهو، ما تخافش. يلا بقى تعالى عشان نسأل على الاستاذ وليد. طب خلاص يلا نمشي ونجيب الواجب بكرة. يا ابني اهدى، نمشي بس فين؟ تعالى نخبط واكيد حد هيطلع لنا. طب خبط انت. حاضر، بس خليك على مسافة مناسبة. أنا على مسافة 100 متر هو منك يا ابني. مسافة مناسبة؟ انت لازق فيا كده حسام، من فضلك
مساحات آمنة، مسافات آمنة، من فضلك. لا اوعى اوعى. معلش اصلا خايف قوي. طب ابعد سيكة عشان نعرف نتكلم مع الناس من غير ما حد يحس بالنيلة العقدة اللي عندك دي. حاضر. طب هات رجلك اقف عليها. طيب عشان ابقى على مسافة قريبة منك. يلا خبط انت بقى. لا ماليش دعوة، خبط انت. لا خبط انت يا حسام، خبط عشان تنسى عقدتك. انت شايف كده؟ خلاص خبط انت. ايوه خبط يا حسام. يلا. حاضر حاضر. ايوه انا هخبط اهو. برافو يا حسام. ايوه يا باشا اؤمر. يلا يلا كلمه. لا انا ماليش دعوة، كلمه انت. قلت لك لازم تواجه عقدتك. يلا اتكلم اتكلم. انت جاي تعالجني دلوقتي؟ ده ما كانش اتفقنا. انت قلت لي ان انت هتعمل كل حاجة صح؟ خير يا اساتذة، انت عايزين تقدموا في المدرسة؟ قول له ايوه وخش معاه في الكلام. ايوه احنا عايزين نقدم في المدرسة، عايزين نشتغل طلبة، اقصد مدرسين. وحضراتكم تخصصكم ايه؟ فلسفة. احنا مدرسين فلسفة. يا الف نهار ابيض يا فرج الله. اتفضلوا اتفضلوا. في يا عم انت، هو انت فرحت قوي كده ليه؟ في ايه؟ اصل احنا عندنا عزش في مدرسين الفلسفة، اتفضلوا عشان تعمل الانترفيو. لا ما اصل لا اصل ولا فصل، اتفضلوا اعملوا الانترفيو. طب استاذ نديم يخش الاول. اتفضل يا استاذ نديم، اتفضل اتفضل. لا انا تخصصي باليه مائي على مقام النهواند. هل محتاجين مدرس باليه مائي، نهواند او سيكا؟ لا ما تاخذنيش يا استاذ، بس للاسف التخصص ده مش متاح عندنا. يا خساره. يلا طب ادخل انت بقى استاذ حسام، وانا هستناك هنا جنب المكنه. يا ندل ما تقلقش يا استاذ، ان شاء الله مش هيطول. اتفضل قدامي يا استاذ حسام. لا لا انت بتعمل ايه؟ ما تدخلنيش المدرسه. لا لا انا مش عايز اخش المدرسه، مش عايز اخش. جود لك مستر حسام. الله يخرب بيتك يا مستر بلاليني. اله يا رب تفرقع في الشارع. عملت يابا اللي عليا بصراحه، هو ده اخري. اهلا 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 وسهلا. اهلا بك. نورت المدرسه يا بيه. منوره بمدرسينها. ويا ترى الطريق كان كويس وانت جاي؟ الدخله دي مش غريبه عليا. هو حضرتك تعرف ابو حنان؟ ابو حنان بتاع الكيمياء؟ لا ابو حنان بتاع الماتش. مش معقول مش معقول، حس الدعابه عندك عالي واضح كده. مش معقول. هو يا ناس هو. انا مش هكذب على حضرتك، احنا في الحقيقه محتاجين جدا مدرس فلسفه، وعندنا استعداد نعينك النهارده ودلوقتي حالا، وتبدا شغلك فورا لو حبيت. يا نهار اسود يا نهار مش فايد. هو الحقيقه انا بس كنت عايز اسال حضرتك، هو انتوا عندكم نقص في مدرسين الفلسفه؟ ايوه، من ساعه ما الاستاذ وليد حصل له اللي حصل، وكل مدرسين الفلسفة خافوا يحصل لهم زيه ومشيوا. معلش سؤال، هو إيه اللي حصل له؟ بصراحة أنا خايف أحكي لك تغير قرارك وتمشي. لا يا ست المدير ما تقلقش خالص، أنا عايزك تحط في بطنك طباشير صيفي. حلوة حلوة، ملعوبة ملعوبة. يا سلام يا سلام، كنت متأكد إن هي هتعجبك. ذوقك زي ذوق ابو حنان بالظبط، هو هو نفس التناحه. ابو حنان؟ لا ما تشغلش بال حضرتك، انا بس محتاج اعرف منك ايه اللي حصل لاستاذ وليد. ايه الاستاذ وليد ده كان حدوته، كان افضل مدرس فلسفه في المدرسه، لكن من ساعه ما حصل له اللي حصل وكل حاجه اتغيرت. يا سيدي ايه اللي حصل له؟ ما كل حاجه تقول لي اللي حصل له اللي حصل له، انا عايز اعرف ايه اللي حصل له. كان زي الشمع المنوره، زي النبراس، لكن كل ده اتغير بعد اللي حصل. يا ساتر يا رب. وجاله منين النبراس ده؟ تلاقيه كل حاجه حمضانه ولا حاجه. يا ساتر. يا فندم يا فندم بعد اذنك قول لي ايه اللي حصل له. من بعد ما مراته دخلت الغيبوبه وهو في حاله لا تسر عدو ولا حبيب. يا ساتر. هو موجود دلوقتي؟ للاسف لا. طب ممكن الاقيه فين؟ هقول لحضرتك تلاقيه فين، بس بعد ما طمني. ايوه حمضي والله، بس يا ريت تقول لي الاقيه فين وبعدها حجري. شقلطه مرمطه اهمت ردرتك، انا نخلص منها بقت زروطه، سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها انواح وشيت الغطا. بكام الحرنكه يا شعم؟ الشويه دول بخمسه جنيه. ايه هو حضرتك عندك خلفيه عن عدد السعرات في الحرنكشايه الواحده، سواء كانت ذكر او نتايه؟ ايه اصلا انا عامل دايت ومش عايز ابوظه. اجري اجري يا بلاليني. حسام انت بتجري ليه؟ في ايه؟ اجري قبل ما يعينوني في المدرسة. طب ما يعينوك في المدرسة، امال احنا جايين ليه؟ ما هو بعد ما يعينوني العيال حيرفرفوني تاني على العالم. اجري يالا
اجري يا بلاليني. عن اذنك يا بائع الحرنكش. شقلطه مرمطه اهمت رترته كده نخلص منها. بقت ذروه سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها نوح وشيت الغطا. شقلطه مرمطه اهمت رترته كده نخلص منها. بقت ذروه سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها نوح وشيت الغطا. ياه الحمد لله فلت منهم. برافو عليك يا حسام. استنى انت بس عليا لما افضلك وانا حوريك. انا ترميني كده وسط المدرسة بس بذمتك ما حسيتش بالانتصار؟ اه وحسيت كمان ان عايز اولع فيه. ليه بس؟ مش موضوعنا. المهم دلوقتي يلا بينا. على فين؟ هنقابل الاستاذ وليد. هنرجع المدرسة؟ لا ما هو مش في المدرسة. امال فين؟ في الكباريه. فين؟ في الكباريه. مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. ألف سلامة وتحية وردة حمرة طايرة على كل الحباب اللي مشرفينا. مش هنخليكوا تستنوا كتير ويقلت علينا قمر القمامين. خش برجلك اليمين يا سامية وريهم رأسة القطة العامية يا سامية. هو أنت جايبني أنا ليه؟ عشان نسهر. أيوة كده احنا فعلا محتاجين نفك شويه ونريح. ده انا جريت معاك الايام دي بس اكتر ما جريت من مدرس محمد اللي كان بيجري ورايا في المدرسه. ولسه هتجري اكتر لما اربطك في كارو واضربك بالكرباج واقول لك شيء يا حمار. استاذ محمد ده موضوع كبير. ده في مره. طب اخرس خالص بقى علشان ادور عليه. وهو ايه اللي هجيبه هنا يا استاذ محمد؟ محمد ايه اسمه؟ الاستاذ وليد. الاستاذ وليد هو اللي هيجي هنا. انا بس تداخلت الذكريات مع الواقع فعشان كده. السؤال بقى هو ايه اللي هيجيبه هنا استاذ وليد؟ معرفش بس هو اكيد موجود جوه. طب وهتعرفه ازاي؟ بص يا سيدي احنا نخش نتكلم مع اي حد نشوفه. لو صفصط يبقى بيتفلسف. يبقى كده اكيد هو مدرس فلسفه. هو مين؟ استاذ محمد مش جاي وبعد استاذ وليد مكانه. يعني الاستاذ محمد مش جاي. إن الجماهير الكادحة والطبقة العاملة التي تعيش ضحية الاحتكارات وتراكم رأس المال وتدفع حياتها لتعطي الرأس مالي فائض القيمة الذي يصنع به مزيدا من الاحتكارات. إن هذه التناقضات الديناميكية تؤدي إلى انهيار البناء الفوقي للتركيب التحتي للمجتمع البرجوازي. وأنا كنت في حالي لحد ما باص جوازي. يا ترى انت فين يا نانسي؟ لسه هنا ولا في عالم موازي؟ يلا يلا بينا. يلا بينا فين؟ نروح نجيب ايس كريم يا عم. ده على نروح نكلمه. وانت ايش عرفك انه هو؟ انت مش سامع يا عم؟ طالع ونازل وبرجوازيه وديناميكيه والكلام المعفرط اللي انت شايفه دوت. اكيد يبقى مدرس فلسفه. لا لا عادي على فكره ده كلام عادي والمفروض ان احنا كلنا نتكلم بنفس الطريقه. يا سلام يا سلام يا اخويا. بقى العادي انك تشوف واحد في الكباريه بيقول نفس الكلام دوت. اكيد هو طبعا. انت عنصري جدا على فكره. ما عادي يعني ممكن اي حد يتكلم كده. ماشي طب خليك انت قاعد هنا بقى. رايح فين يا حسام؟ استنى يا حسام. يا عم اوعى بقى سيب ايدي. الله يمسيك بالخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا فندم. هو حضرتك الاستاذ وليد؟ يمكن ويمكن لا. جئته لا أعرف من أين ولكني أتيته. معلش لا مؤاخذة يعني هو حضرتك تايه؟ طب فين بابا؟ أقصد يعني لو تايه أدلك. أيوه تايه تايه ومش عارف أرجع من يوم ما ضاعت حبيبتي اللي كانت بيتي. حبيبتك مين؟ أنا عمري ما حبيت ولا أحب غير واحدة بس. طب تسمح تحكي لنا وتفضل لنا عنها وتقول للسادة المستمعين يعني ايه الحكاية؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ مش عايز ادوشك وعياطك. لا ما تقلقش يعني حكايتك اكيد مش هتلاقي تعاطف من الجمهور. ما تقلقش ولا حنعيط ولا اي حاجة. احنا عايزين بس سؤال واحد. سؤال ايه؟ حبيبتك اسمها ايه؟ ها وده سؤال الحلقة. اسمها نانسي. وهو المطلوب اثباته قدام يا استاذ وليد. على فين؟ تعالى بس هتعرف كل حاجة الحلقة الجاية.
في راجل قلبه زي الأوضة ما فيهوش مكان غير لوحدة بس، وفي راجل على رأي الكينج قلبه مساكن شعبية يساع من الحبايب مية. الله. بس في راجل بيحب ست واحدة ويفضل مخلص ليها طول العمر، ويمكن كمان يفضل مخلص لها حتى بعد العمر ما يخلص. الله الله، أنا بقيت رومانساوي والكلام خلص يا سادة. كفاية بقى، كفاية بقى أستاذ وليد، قطعت قلبي. كفاية كفاية إيه؟ هو أنا لسه قلت حاجة؟ كل ده ولسه ما قلتش حاجة. ده أنت بقالك ساعة إلا ربع عرفنا. عرفكو؟ أقصد يعني مأنسنا. والله العظيم منور. الله يخليك، بس أنا خايف لا 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 تكونوا متضايقين من حكاياتي يعني ولا حاجة. لا لا لا، مش متضايقين ولا حاجة. يعني أكمل؟ اتفضل اقرفنا. أقصد كمل. بص يا سيدي، لحظة واحدة. في إيه؟ أرجوك كفاية، ما تقولش أكتر من كده قبل ما أمسح دموعي عشان أبدأ أعيط على نظيف. اديني منديل من الكيس اللي في إيدك ده يا نديم. لا مش هينفع. ليه أخويا؟ إيه البخل ده؟ مش هينفع ليه؟ عشان أحوله حمامة في فقرة الساحر. هات يا شيخ، بلا ساحر بلا زفت. ليك نفس تهزر بعد المأساة اللي سمعتها دي؟ أنا عندي ثبات انفعالي وما بسمحش المشاعر تظهر مهما كان، كأنها في كيس بلاستيك أسود. بس على فكرة أنا من جوايا حزين وبعيط، حتى لو بصيت في عناية هتلاقي مكتوب مغلق للعياط. خلاص خلاص بقى يا جماعة، أنا مش هحكي لكم أكتر من كده. لا لا احكي، لازم تحكي، كمل لو سمحت. أحكي إيه وأقول إيه؟ نانسي دي كانت زوجة مثالية. نانسي كانت تصحى من النجمة تلبس العيال وتفطرنا كلنا، وبعدين تودي العيال المدرسة. يا سلام يا سلام يا سلام على حنان الأم. وترجع البيت تروقه وتحضر الغداء. يا سلام يا سلام حست لما تبقى ست بيت. وبعدين تجيب الولاد من المدرسة ونتغدى كلنا ونذكر لهم كمان. يا سلام، الله، يا سلام على الأم لما تبقى مدرسة وتفضل مع الولاد لحد ما ينام. يا عيني يا عيني على الاحتواء. يا سلام على الأم لما تبقى غطا. وبعدين تلبس بدلتها وتجري على الكباريه عشان تلحق نمرتها. يا سلام يا عيني يا عيني على حلاوتها وهي لابسة بدلتها عشان تجري تلحق نمرتها وترقص رقصتها. عمرها ما خانت ثقتي فيها أبدا، ولا خلتني أشك أبدا في حبي ليها. طبعا طبعا، عمرها ما راحت لهنا ولا هناك. لا واضح، يا دوب من البيت للمدرسة للكباريه، ومن الكباريه للمدرسة للبيت. يا سلام يا سلام على الست العقلة الكاملة المحترمة، زوجة مثالية حقيقي، زوجة مثالية. بس للأسف الأيام الحلوة بتعدي في ثواني. عندك حق. المشكلة كمان إن الأيام الحلوة ما بترجعش تاني. إيه ده، الطعام الشاي اتغير. عندك طعم الحب اتغير. لا حب إيه، الشاي هو اللي طعمه اتغير. يا أخي إحنا في إيه ولا في إيه؟ الله يخرب بيتك. بقول لك يا حسين. نعم يا حبيبي. أنت شكلك كده عايز تطلع البيت تقايل لك ساعتين. مين اللي ليه نفس ينام بعد اللي سمعه ده؟ قصة مؤثرة قوي. يا ابني اخلص بقى وروح نام عشان تقابل الست نانسي وتقول لها اللي شفته ونخلص. نخلص ايه؟ نخلص من ايه؟ نخلص من تنفيذ الطلب بتاعها عشان ناخد المكافأة يا حسام. يا ابني الايه؟ يا ابني الايه؟ صحيح فكرتني، اما اقوم بقى اقول لها الاخبار واكيد هتفرح قوي. طب انجز يلا يا حسام. ماشي ماشي. طب استاذ وليد معلش انا هستأذنك بقى عشان ورايا حاجات مهمة قوي. ايه رايح فين؟ هقابل شبح مراتك في موقف الاسكندرية. ايه اقصد يعني هقيل شوية عشان لسه راجع من اسكندرية. طيب ربنا معاك. الحساب يا بكلاويز. لا ما تحاسبش يا حسام، احنا لسه قاعدين. ايه ده، انتوا هتفضلوا قاعدين كده؟ ايوه
أنا عايز أدردش مع الأستاذ وليد شوية. طيب أنا همشي بقى، سلام عليكم. أنا عايز أنسى حكايتك بقى والله، يمكن أنساها في الطريق وأنا ماشي. طب أنا همشي أنا كمان. لا تمشي، تروح فين؟ ده أنا عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع؟ موضوع إيه؟ قول لي يا أستاذ وليد، بما إنك أستاذ فلسفة، يعني هو الإنسان مسير ولا مخير؟ شقلطة مرمطة اهمت رترتة كده نخلص منها، بقت زروطة سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها انواح وشيت اللطة. شقلطة مرمطة اهمت رترتة كده نخلص منها، بقت زروطة سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها انواح وشيت اللطة. حمد لله على السلامة يا كويا. الله يسلمك يا ست نانسي. هي طمني بقى. حاضر حاضر، الموضوع وما فيه. ايه الاخبار؟ الاخبار انه احكيلي يلا. حاضر هحكي لحضرتك. شفت وليد؟ ايوا. واتكلمتوا عني؟ واتكلمنا. ما جابش سيرتي؟ جابها. ما قالش حاجة؟ قال. هو عامل ايه دلوقتي؟ والله هو. ومين هون عليه الوقت؟ ممكن تقفلي التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا ست نانسي. التلفزيون ايه يا اخويا؟ قصدي يعني ممكن تهدي وتسمعيني. اديني هديت. طب معلش انا هسكت اهو، اتفضل احكي لي يلا. ايه مالك؟ ده انا لو احكي عليه انا اوصف ايه، وده كل ما فيه ولا في الاحلام. يا سلام 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 يا سلام. اخلص يا حسام. ايه اللي انا بقوله ده؟ عجبك كده؟ شكلك عادتيني. بس ادائك حلو ويجي منه، شكلي هاخدك معايا. نعم، تاخديني فين؟ عند الاشباح؟ لا قصدي اخدك تغني في الكباريه. لا لا يا ست شكرا، مش عايز. طب يلا قولي احكي بسرعه. شوفي يا ستي، جوزك ده راجل مفيش منه. ما انا عارفه، امال انا بحبه من شويه. لا لا لا، ده بجد راجل مش ممكن، ده مالوش سيرة غيرك. بجد؟ أيوة بجد، لدرجة أنه ساب مدرسته ورمى كراسته. لا احنا هنهزر بقى، أسيبك وامشي بقى على طول. لا 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 خلاص، بس احكيلي بجد، هو فعلا ساب المدرسة؟ أيوة. أمال أنت قابلته فين؟ في الكباريه. كباريه؟ كباريه ايه يا اخويا؟ وليد جوزي انا يدخل الكباريه؟ مش ممكن، مش معقول، انت اكيد بتكذب. وليد جوزي راجل محترم ما بيروحش الاماكن دهيا ابدا. يا ست نانسي افهميني بس، هو ما كانش رايح الكباريه عشان يسهر وينبسط، ده كان رايح يدور عليكي. وانت ايه اللي ودك هناك؟ انا ما قلتلكش غير عنوان المدرسه. ما انا روحت المدرسه. وبعدين ولما سالت عليه قالوا لي هتلاقيه في الكباريه. وطبعا ما صدقت ورحت الكباريه، ما انت زيك زي كل الرجاله، عينك زايغه. يعني هو حضرتك ولا مؤاخذه ما كنتش بتروحيه؟ لا انا كنت بروح عشان ده شغلي، بروح اكل عيش، مش بروح للمسخرة وقلة الأدب يا خويا. أنا مش هخش معاكي في أي جدل أخلاقي. جدل أخلاقي؟ أيوة أنا بحاول أبقى زي الأستاذ وليد، يمكن تحترميني شوية وتسمعيني. طب يا خويا هحترمك، اتفضل كمل. المهم يا ستي رحت الكباريه، لقيته بيشرح درس فلسفة للناس اللي قاعدين في الكباريه. يا حبيبي يا وليد، طول عمرك محترم ومخلص لشغلك. ما علينا، المهم خدته وخرجنا عشان اتكلم معاه واشوف احواله. ها ولقيت ايه؟ لا اله الا الله، لقيته يا عيني ضايع خالص، وعمال يتكلم عنك وعن ادبك واخلاقك واحترامك، وانك كنت ست في منتهى الالتزام، من البيت للمدرسه للكباريه، ومن الكباريه للمدرسه للبيت. يا حبيبي يا وليد. اهو يا ستي اديني عملت اللي انت قلت عليه. يا عيني عليك يا اخويا، اكيد متبهدل دلوقتي من غيري. فعلا فعلا هو متبهدل خالص، اظن كده بقى انا عملت اللي عليا. وطبعا عمره ما هيفكر يحب ولا يتجوز من بعدي. مستحيل طبعا، اظن كده انا عملت اللي عليا. بقولك ايه يا استاذ حسين؟ أمريني يا استنانسي. انا عايزاك
تجوز جوزي للعروسة اللي أنا هقولك عليها. نعم زي ما سمعت كده. والله أنا مش مصدق اللي سمعته. بقى حضرتك عايزاني أخلي جوزك يتجوز واحدة تانية؟ أمال؟ بس مش أي واحدة، واحدة معينة رقاصة ما فيش منها. والله أنا ما فاهم حاجة. أنا هفهمك. أنا واقع من الجوع. هادي التلاجة. إيه ده؟ إيه الخراب ده؟ علبة جبنة صلاحيتها سنة 92 من أيام الزلزال؟ إيه يا حسام التلاجة الغريبة دي؟ اللي ما فيها حتة سوشي ولا قطعة ملفي شوكولات ولا حتى شوية أفوكادو. الله يخرب بيتك يا نديم، الله يخرب بيتك يا بلاليني. فيه يا حسام يا أخي؟ ما كلش يعني؟ ده أنا حتى في بيتك. فين واجب الضيافة؟ ضيافة إيه والسوشي إيه اللي بتسأل عليه؟ يا ساقع يا بارد يا اللي مركب على أعصابك تكييف واحد ونص حصان. أنا هعتبر كل اللي قلته ده مجاملة تنم على نجاحي في تمارين التحكم في المشاعر. يا بني آدم، أنت مش حاسس بالكارثة اللي احنا فيها؟ بصراحة أنا لحد دلوقتي مش فاهم أنت متضايق ليه. صبرني يا رب. هقولك على اللي مضايقني. فاض متضايق عشان الموضوع مخلص، وبدل ما الست نانسي تفرح بأن جوزها لسه بيحبها وتخلص الحكاية وناخد المكافأة، فتحت لنا حوار جديد. وإيه يعني يا حسام؟ الإنسان الناجح مش هو اللي بيدور على الصعوبة في كل فرصة، لكن الإنسان الناجح هو اللي بيلاقي في كل صعوبة فرصة. يا سلام، حكمة سيلفي. يا دي النيلة، هي مالها قلبت كورسات تنمية بشرية كده ليه؟ بقولك يا جدع، انت قصدك ايه؟ قصدي اني مش فاهم انت زعلان ليه. المفروض تفرح. افرح ان شبح مرات الراجل بتطلب مني اخليه يتجوز؟ ايوه، ده طلب سهل جدا، وبكده المكافأة مضمونة. سهل ايه؟ قصدك ايه يا ابني؟ اسهل حاجة في الدنيا هي الجواز، مش مطلوب مننا اي حاجة صعبة. هنروح لابو العروسة ونتقدم ونجوزها له، ودوم تتكتك دوم تكتك. والنبي الله يخليك، بلاش دوم تكتك دوم تكتك دي والنبي، عشان بتلبش. يعني الموضوع ده محلول يا بلاليني؟ محلول يا سونسون. ما تقولش يا سونسون بعد دوم تكتك دوم تكتك. انت عايز يوم عليا ولا ايه؟ حاضر يا سونسون. تصدق عندك حق، احنا هنروح نتقدم وخلاص. ايه اللي هيخلي ابوها يرفضنا يعني؟ طب يلا بينا. على فين؟ على دوم تكتك دوم تكتك. لا لا لا، وانا اللي هقولها يا دي النيلة. حاضر. مات يلا وشد الهمة، ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. مساء الخير يا عمي. ممكن نتكلم مع المعلم بهانوس العيوطي؟ ايوه انا بهانوس العيوطي. اؤمر، مين حضرتك؟ انا حسام، وده الاستاذ نديم. احنا جايين النهاردة عشان نشرب معاك القهوة، حكم احنا سمعنا ان عندكم قهوة زي العسل. القهوة؟ ايوه، ولو في نصيب هتبقى شربات باذن الله. صوابعك مش زي بعضها، والناس برضو مش زي بعضها. لو كل الناس دكاترة، هم المين اللي حيبني عمارات؟ ولو كل الناس نقاشين، هم المين اللي حيعمل الشاي؟ هي الدنيا كده، كوكتيل مشكل من الناس ما فيهوش حد شبه التاني. حتى انت نفسك صوابعك مش زي بعضها يا سلام، وحتى الحكم مش زي بعضها. وعجبي. يا اهلا يا اهلا. اهلا بك يا معلم بهانوسي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا اونكل. نبعت نجيب قهوه تانيه؟ لا لا لا، كده زي الفل يا ابو سميحه. الف انا وشفا. الله يهنيك. طب نخش في الموضوع. نخش يا باشا. احنا سكه ودغري كده يا معلم بهانوسي، جايين نطلب سميحه. عيني ليكوا يا بهوات، سميحه وام سميحه كمان. هو اكيد ما يقصدش يعني. مش معقول الكرم ده يا معلم. شفت بقى، وابو سميحه كمان لو عاوزين. ايه ده؟ دي عيله. ايه الجمال ده؟ لا شكرا، مش عايزين. ليه؟ هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا لا، ازاي يا معلم؟ ما تقولش كده، ده انت كبير وكبير مقام كمان ومقامك عالي. بس انا قصدي يعني احنا عايزين سميحه بس، ان شاء الله لو الدنيا تمام نبقى نيجي ناخد امها كمان.
وابوها يا سيدي. انت شكلك ابن نكتة وتحب الضحك. والله يا معلم بهنوسي انت اللي شكلك راجل مسخرة. مسخرة؟ نخش في الموضوع عشان ما نضيعش وقت. طلباتك وانتوا عاوزينها في خطوبة ولا كتب كتاب؟ لا احنا عايزينها في جواز ان شاء الله. على خيرة الله. ومين فيكم العريس؟ لا هو العريس مش معانا دلوقتي، احنا جايين نتفق الاول على كل حاجة وبعدين نبقى نجيبه ان شاء الله. طب انتوا عايزينها قد ايه؟ هو ايه السؤال الغريب ده واحنا بنأجر شريف العجمي؟ شكله كده عايز يطمن على مستقبل بنته. يعني اعمل ايه؟ طمنه يا اخي. ماشي ماشي نطمنه. احنا يا معلم ان شاء الله هناخدها العمر كله. العمر كله؟ ايوان احنا شاريين يا معلم بهنوسي، وابننا راجل مخلص وان شاء الله هيفضل مخلص ليها لحد بعد ما يتجوزوا. يتجوزوا؟ ايوان يتجوزوا. تجننت يا جدع انت وهو؟ ليه بس يا معلم؟ في ايه يا مستر بهنوسي؟ مستر ايه؟ انتوا خليتوا فيها مستر؟ انتوا ازاي تتجرأوا وتيجوا لحد بيتي وتقولوا الكلام ده؟ انا المعلم بهنوسي العيوطي يتقال الكلام ده؟ انتوا مجانين؟ مجانين ليه يا معلم عيوطي؟ في ايه؟ ما انت كنت موافق ومرحب. انا كنت فاكر انكم عايزينها ترقص في فرح مش تتجوز. يعني انت مش موافق؟ لا طبعا مش موافق، انا جوزها. ليه بس يا مستر بهنوسي؟ ده الاستاذ وليد راجل محترم وعاقل وناضج يؤخذ بشهادته في المحاكم. لو محترم وعاقل يبقى المفروض ما يفكرش في الجواز. ليه بقى؟ لانه بعد الجواز لا هيبقى عاقل ولا هيبقى محترم. عنده حق. طب بذمتك يا استاذ حسام، في راجل عاقل يتجوز؟ ها؟ ايوه. وفيها ايه يعني؟ الجواز جميل. بذمتك انت مصدق نفسك؟ ها؟ الصراحه لا. شفت بقى؟ يبقى ما عطلكوش. اسمعني بس يا معلم عيوطي، استاذ وليد ده حاجه تانية. حاجه تانية ازاي يعني؟ استاذ وليد راجل محترم ومخلص جدا وحيشيل بنتك في عينيه. طبعا لازم تشكر فيه، شكله كده اخوك. لا مش اخويا يا معلم. يبقى اكيد صاحبك برضو. لا يا معلم. الله، يعني لا اخوك ولا صاحبك، امال تعرفه منين؟ اعرفه من ال من المدرسه. ايوه ايوه صح، مدرسه. ايوه من المدرسه. اصل هو بيشتغل مدرس فلسفه وما بيحضرش. حلوه دي بقى، الاستاذ بيشتغل مدرس فلسفه وعايز يتجوز سميحه بنتي. ايوه يا استاذ بهنوسي، هو بيشتغل مدرس وعايز يتجوز سميحه بنتك. قلت ايه؟ قلت لا، ما عندناش بنات للجواز. خلاص شكرا شكرا يا معلم، يلا بينا يا نديم. يلا فين؟ يلا نمشي. نمشي نروح فين؟ طب والجوازه هنعمل ايه يعني؟ هو الجواز بالعافيه، يلا بينا نمشي. حاضر يلا بينا. يا سلام. انت رايح فين يا زفت؟ الله في ايه؟ ما تهديني. طب قعدني. مش انت اللي بتقول يلا؟ انا بقول كده عشان نخوفه يعني. انت صدقت؟ نخوف مين؟ الراجل مش فارق معاه ولا عايز يجوزها اساسا. لا بقول لك ايه، انا مش همشي من هنا غير لما الموضوع ده يخلص. طب هيخلص ازاي؟ ما هو هيخلص يعني هيخلص ذو عافية، هيخلص. انت بتغفلت بتقول ايه يا جدع انت؟ بقول اننا مش هنمشي من هنا غير لما نتفق، ولو ما اتفقناش هنعمل جلاش. انت شكلك كده مصمم. ايوان مصمم. طيب وانا موافق. موافق؟ موافق، بس طبعا عشان الجوازة تكمل لازم العريس يقدم المهر. مهر طبعا. اؤمر، طلباتك ايه يا معلم؟ طب قرب بقى عشان اقولك في ودنك مهر بنتي ايه. اتفضل يا معلم. يا نهار اسود، ايه؟ زي ما سمعت. يا ليله منيله بنيله. هو قالك ايه؟ اسكت انت، سيبني في اللي انا فيه. طب بقول لحضرتك ايه؟ لا تقول ولا تعيد. هو ده مهر بنت، يجيبه ويحطه على الترابيزه هنا قدامي، نقرا الفاتحه على طول. بس يا معلم بهنوسي، ده اخر كلام عندي ومش هقول غير اللي قلته. هو قالك ايه؟ ها قالك ايه؟ امشي امشي قدامي، ما تفتحش بقك. كبست خبيلي فين ده كله؟ مات يلا وشد الهمة، ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. مش معقول، ايه الطلب الغريب ده؟ يا سيدي هو ده اللي حصل. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ولا حاجة، هخش انام. تنام؟ لحد امتى هتفضل تهرب من مشاكلك يا اخي؟ ايه يا اخي؟ ده انت قربت تخس من كتر ما بتهرب من مشاكلك يا اخي. يا عم اهرب ايه؟ انا هدخل انام عشان اقابل الولية اللي اسمها نانسي واحكي لها على اللي حصل. وبعد ما تحكي لها يعني ايه اللي هيحصل؟ اخليها ترحمني وترحم الراجل ونخلص من القصه ديت. دي مصيبتي يا ربي، لا عجبهم المخلص ولا عجبهم الخاين. صبرني يا رب. شقلطه مرمطه اهمت ردرده كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت اروح ولقيت اجمل حبيها نوح وشيت اللقطه.
شقلطه مرمطه اهمتنا ترتك كده نخلص منها بقت زروطه سبعت اروح ولقيت اشبه حطيها نوح وشيك الغطا. هاه يا حسام، سبع ولا ضبع؟ فهد، هو يعني ايه اقنعته يتجوزها؟ لا هو ايه ايه ده ازاي انت مش بتقول سبع؟ ايوه بقولك سبع يعني غضنفر يعني اسد. هو ايه ده انت برجلتلي مخي، انا مش فاهمة حاجة خالص. انا هفهمك يا استنانسي بس ركزي معايا بعد اذنك. اتفضل فهمني. انا رحت للمعلم بهنوسي والد الرقاصة المحترمة سميحة البهنوسي العيوطي. حلو حلو. قلت له يا معلم عيوطي احنا عايزين نجوز بنت حضرتك للاستاذ وليد. حلو حلو. مرضيش وقعدت اتحايل عليه وبعد كلام كتير لقيته بيقول لي انا موافق. حلو حلو قوي. بس ليه شرط واحد. حلو ايه هو؟ المعلم بهنوسي شارط ان مهر بنته يكون اسد. يا لهوي اسد. المعلم بهنوسي عايزني اجيب له اسد احطه على ترابيزه السفره. شفت الجنان؟ طب وفيها ايه يا اخويا يعني؟ نعم فيها ايه؟ دي بتقولي فيها ايه؟ فيها ايه يعني يا ست؟ انت عايزه تجننيني ازاي يعني هجيب له اسد؟ انت شكلك كده مش عايز الفلوس. لا لا طبعا عايزها. وشكلك كده مراتك وحشاك وعايز تشوفها يا حنان. لا لا يا ست نانسي ابوس ايدك. يبقى ايه؟ تسمع الكلام. حاضر حاضر هسمع الكلام وحقنع الاستاذ وليد يجيب اسد. ووليد ماله؟ هو ايه اللي وليد ماله؟ هو مين اللي نايم انا ولا انت؟ انت هتهرج معايا يا راجل انت؟ يا ست نانسي مش بهرج ولا حاجه بس حضرتك سمعت الحكايه كلها يبقى أكيد فهمتي إن المعلم بهنوسي طالب إن الأستاذ وليد يجيب أسد. الله، وهو المعلم بهنوسي شاف وليد؟ لا أنا تعبت. أمال شاف مين؟ مين؟ شاف حسام. يا سلام. وحسام زي الشاطر هيروح يجيب الأسد. وأنا مالي يا استنانسي أجيب أسد ليه؟ عشان وليد يتجوز سميحة. وأنا مالي أنا مالي ما يجيب هو لنفسه. الله يقطعه ليقطع سميحة. اخسى عليك يا حسام، ده وليد رجل محترم وكيوت ومش هيعرف يجيب الأسد. يا سلام، يعني وليد طيب وكيوت وحسام هو اللي يشيل الأسد عالكبوت. هو ايه ده يعني ايه؟ يعني انا لا يمكن اقدر اعمل موضوع الأسد ده ابدا. بقولك ايه، انت شكلك كده مش هتسمع الكلام يا حنان. خلاص بقى يا ستي ما تندهلهاش بقى اسكتي. الله، انت مش بتقول مش هتعرف تعمل موضوع الاسد؟ بصي انا ممكن اعمل اي حاجة بس مراتي ما ترجعش. يا لهوي للدرجة دي يا راجل مش طايقها؟ اهو على الاقل لو الاسد كلني هموت وارتاح من اللي انا فيه. طب يلا يلا قوم يا بطل روح هات الاسد. حاضر حاضر اديني قايم، عدينا منها على خير يا رب. ما كفايه بقى ضحك بقى انا خايف. ده انت راجل ما تحبش الفرفشه. ما تخافش يا حسام هتعدي على خير ان شاء الله. الله يخرب بيتك يا بلاليني. هو انت ما بتقولش اسمي صح غير وانت بتدعي عليا؟ هو مفيش وراك غير شتمتي؟ ما انت اللي تستاهل الشتيمه، ما انت السبب، انت السبب في كل اللي انا فيه. وقال ايه؟ انا الحل والحاصل على بطوله نادي السكه في تجميع الفكه يا اخي. اولا انا حاصل على بطوله نادي اليخت في تنس الطاوله يا اختي عليه. ثانيا بغض النظر عن سخريتك انا فعلا الحل وبكره الايام تثبت لك سبت او اربع. مش لو عشت وشفت بكره. هتعيش يا حسام وان شاء الله هتشوف بكره احلى من النهارده. انا مش عارف انت جايب الثقه دي كلها منين يا اخي. قولي على المحل اللي بتجيب منه الثقه ديت. دي لكرة. طب اهدى اهدى بقى اهدى بس وركز معايا. اسكت انت اسكت انت وسيبنا اشوف موضوع الاسد ده هنحله ازاي. يا ابني طب ما تسمعني وانا احله لك اهو. يا عم تحله ايه؟ تحله ايه يا بلاليني؟ بقول لك عايزين اسد مش بالونه. ركز معايا بس لحظة واسمعني. بص بقى بلا أركز بلا زفت أنا داخل أخد دش. استنى يا حسام ما تدخلش الحمام. ليه ليه يا أخويا؟ ما تقربش من البانيو يا حسام. ماله البانيو يا بلالين انت حتى هتلفشني ليه؟ استنى يا حسام. يا نهار اسود أسد في البانيو. لحقوني.
الهدف الأساسي والحلم الكبير لأي راجل إنه يقعد ما يعملش حاجة. حالة الأنتخة والهدوء والولا حاجة ديت هي أهم حالة بيعيشها الراجل، وكل الجري اللي بيجري في حياته بيبقى هدفه إنه ما يعملش حاجة ولو لكام ساعة عشان يوصل للحظة دي. ممكن يعمل أي حاجة، حتى لو كان الحاجة ديت إنه يطلع الفضاء أو يخترع المصباح الكهربي أو يشتغل مروض أسود أو ما يعملش حاجة. الكلام ده معناه ولا حاجة. أو والله إيه الجمال ده، أنا بقيت حكيم الولا حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ الحقوني الحقوني. إهدى بس يا حسام، إهدى يا حسام. انجدونا يا خل. بس يا حسام، بس يا حسام. الحقونا يا ناس. هنومة زعير، هنومة ست. نديم أفندم. أستاذ نديم باشا. نعم سيادة الكولونيل نديم البلليني. عايز إيه؟ خلص. معلش سؤال والنبي، هو حضرتك ولا مؤاخذة لما قلت للأسد ست راح ساتت صح؟ هو فعلا حصل كده ولا أنا في حلم؟ لا يا حسام ما بتحلمش ولا حاجة، دي حقيقة. لما أقول لها بخ بتبخ، ولما بقول لها ست بتست، ولو عايزها تعمل لي عصير كيوي مع إضافة نعناع وموتزاريلا هتعمله وتجيبه ساقع. وقلت لك قبل كده على الموضوع ده بس أنت اللي مش مهتم. وبالمناسبة نسيت أعرفك، هنومة. يا أهلا أهلا وسهلا يا هنومة. هنومة قلت لك ست تاني؟ هتعملي زي ما عملنا في التجمع؟ اهدى شوية عشان هي بتحس بخوفك. ليه، هي أسد ولا كلب؟ بغض النظر إنها في ميل لكنها أسد مش كلب، بس بتتضايق لما تحس إن في حد حواليها مش حابب وجودها، عندها ما يسمى بالكرامة. طب وليه كده؟ ليه كده يا نديم؟ ليه تضايق هنومة؟ خلاص خليها تمشي. ليه؟ عشان أنا فعلا مش حابب وجودها. لا 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 هنومة، حسام بيهزر. معقولة برضو يكون متضايق منك يا حبيبتي؟ مش انت بتهزر يا حسام؟ لا طبعا طبعا انا بهزر، انا مبسوط جدا بوجودك حتى هو. يا حاول تبين الفرحة اكتر، ده اسد مش دب كوالا. اهو بضحك اهو، انا فرحان خالص، فرحان وضحكتي من الودن دي للودن دي. اه والله فرحان فرحان، انا حطير من الفرحة اهو. انا فرحان قوي، فرحتي فرحتين. انا افرح واحد في الفرحانين. اكتر يا حسام اكتر. طب اعمل ايه يعني تاني؟ اتحزم وارقص؟ حاضر يا ستي، اهو 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 اديني بتحزم وارقص اهو اهو عشانك عشانك. هايل يا حسام، هنومة اتبسطت قوي، زقطتت اهو اهو. طب الله الحمد لله، مبسوطه كده يا هنومة، فرحانه كده يا هنومة هانم. طب عايزه ايه تاني؟ اعمل لك فقره فنون شعبيه اهو اهو. حاضر حاضر، بص الرقصه دي ودراسه الليمونه يابا يابا على المجنونه. كويس كده كويس كده يا استاذ هنومة. تعال يا حسام، تعال اقف جنب هنومة. لا انا ما اقدرش. ايه في ايه مالك؟ ما انت كنت ماشي كويس، تعال هنا بقول لك. لا لا معلش خليني هنا. اخلص هتبوظ كل حاجه. حاضر حاضر. ها اديني قرب قرب كمان قرب. نعم يا اخويا. اكتر من كده اكتر من كده ايه؟ ده انت بينك وبينها متر وعشرين سنتي. طب اعمل ايه يا استاذ نديم باشا؟ اوقف قدامها بالظبط. اوقف قدامها بالظبط. وحياة خالتك. لا ما اقدرش. ها اسمع الكلام. حاضر اديني قربت اهو. يلا مد ايدك يا هنومة سلمها لحسام. يلا هاي فايف. يلا هاي فايف. يا هولا هوب هولا هوب. شفت ايدين هنومة نعمة ازاي؟ يا سلام النومة ديت. ده من كتر النومة طلع لها ضوافر. او والله العظيم نعمة وطرية وكلها حنية، هتخليني لحمة مشوية. لا ما تخافش خالص. يلا بقى الخطوة الأخيرة. نعم يا أخويا، ايه الخطوة الأخيرة؟ وعلى رأيك هتبقى الأخيرة. يلا هنومة بوسي حسام من بقه. هي جت بسرعه ليه كده؟ شقلطه مرمطه اهمت رترته كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها انواح وشيت الغطا. شقلطه مرمطه اهمت رترته كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها انواح وشيت الغطا.
انت جايبني هنا ليه يا استاذ نديم؟ هتفهم كل حاجة يا استاذ وليد. انا مش عايز افهم حاجة، من يوم ما نانسي راحت وانا راح عقلي معاها. ما تقلقش، احنا هنا دلوقتي علشان نانسي. مش فاهم. هتفهم دلوقتي كل حاجة. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مستر بهانوسي، احب اعرفك الاستاذ وليد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم بهانوسي. امال فين بسلامته سي الاستاذ حسام؟ حالا هتلاقي بيرن الجرس. بس يعني لا مؤاخذة، انتوا جايين ليه؟ جايين عشان نتقدم لبنت حضرتك. احنا مش هنخلص بقى من الشغلانة دي، ما قلنا ما عندناش بنات للجواز. لا لا حضرتك ما قلتش كده، حضرتك قلت انك موافق بس ليك شرط معين في المهر. حصل، بس انا مش شايف يعني الشرط قدامي. انا طلبت اسد، ولا مؤاخذة في الكلمة شايف قدامي قطتين. مياو مياو. اخ ياني، حد يفتح الباب. واضح ان حسام جه. مين اللي بيصوت كده؟ هو في ايه؟ السلام عليكم يا معلم بهانوس يا عيوطي. لا لا لا، على مهلك خالص. انا مستنيك لحد ما ترد السلام، مش هروح في حته تانية. النومه ست. برافو يا حسام. هو انا صاحي ولا نايم؟ هو ده أسد بجد؟ وليد ما تحسسهاش انك خايف منها. حاضر حاضر حاضر. جرى ايه يا معلم؟ مش هتقول لنا نشرب ايه ولا ايه؟ مش تجيب لي حبه شاي ولا ازازه ازوزه؟ لا دي قديمه قوي ازازه ازوزه دي، ازازه حاجه ساقعه يعني ممكن تفهمها ولا ايه؟ ده انت معلم كبير وبتفهم في الاصول. حاضر حاضر. تشرب ايه يا استاذ حسام؟ ما تقوليش يا استاذ حسام. امال اقول لسعادتك ايه؟ اسم المعلم حسام. حاضر حاضر. تشرب ايه يا معلم حسام؟ هاتلي واحد كراميل فرابتشينو سكر بره. فرابتشينو من عينيا يا معلم. من عينيا. رايح فين؟ هروح اجيب لك المشاريب يا معلم. لا خلاص مش عايز. ليه بس؟ اصل هنومه جعانه وشكلها كده عينيها منك. لا لا يا معلم، لا بلاش كلام ده. الله، مش انت اللي طلبت وقلت هاتولي اسد؟ ادينا جبنا لك اسد يا سيدي، اتفضل. انا كنت بقول كده وخلاص يا معلم، انا ما كانش قصدي ان حضرتك تجيب اسد بجد يعني. الا صحيح، وانا داخل من بره كنت سامع كلب بيهوهو او قطه بتنونو، الكلام ده صحيح يا معلم بهانوسي؟ لا اصل خلي بالك، القطط تقرب للاسود، يعني لو نونوت هنومه هتحبك ومش هتاكلك، مش كده يا هنومه؟ أبوس إيدك يا معلم حسام، كفاية كده، أبوس إيدك ماشي الأسد ده وسمحت. ماشي خلاص أنا همشيها، بس على شرط واحد. تحت أمرك في أي حاجة. الشرط هو إنك تقف قدام الأسد وتنونو يا معلم عطعط. أنت ما بتضحكش ليه؟ دم تقيل على قلبك ولا إيه؟ هنومة. لا إزاي يا معلم، ده أنت دمك زي الشربات. يبقى لما أقول لك حاجة تضحك، فهمت؟ حاضر يا معلم. أهو. طب انا هقول تاني اهو، انا عايزك تقف قدام الاسد وتنونو يا معلم عطعيته. الله، جميله قوي يا معلم، حلوه، الله يحفظك. خلاص اكتم. حاضر يا معلم حاضر، اديني كتب. الا قول لي صحيح، هو اسم عيوته ده اسم الوالد ولا شغلته؟ لا انا اسمي بهانوس العيوطي على بعضه، اسمه مركب. اسمه مركب. طب ايه رايك نفكه ياض؟ ما بتضحكش ليه؟ بضحك اهو، بضحك على الاخر يا معلم. خلاص اكتم، خش يلا هات لنا العروسه عشان نكتب الكتاب ونعلي الجواب، يلا عشان استاذ وليد عايز يتجوز. حاضر من عناي. استنى يا جدع انت. نعم. انا مش هتجوز حد. بتقول ايه ياض يا استاذ وليد؟ زي ما سمعت، انا مش هتجوز حد. لا يا شيخ، بقى انا اعمل ده كله وفي الاخر حضرتك تقول لي مش هتجوز؟ طب هتتجوزها ورجلك فوق رقبتك. ولو ما اتجوزتهاش هتعمل ايه يعني؟ هحربك بالميراث واطردك بره السرايا. ميراث؟ قصدي يعني هخلي هنومه تاكلك وتحلي بعظمك. والله لو جبت 100 اسد وقطعتني حتت لا يمكن اتجوز، الموت عندي اهون. انا لا يمكن اخون نانسي مهما حصل. بقول لك يا جدع انت كده هتبوظ كل حاجه. مش مهم، مفيش حاجه في الدنيا تهمني، انا ماشي. استنى يا جدع انت يا استاذ وليد. انا كمان ماشي. استنى يا نادين. يا جدعان
طب انا كمان ماجي. يا جماعة يا معلم حسام، انتوا نسيتوا حاجة هنا. صحيح، كنت حانسة المفاتيح بتاعتي. يلا هتعوز حاجة يا معلم؟ عايزك تاخد هنومة وتروحها. والنبي من عناية هنومة، بوس المعلم بهانوسي من بقه. لا عملت يا بل عليا بصراحة، هو ده اخري. هاه يا حسام، عملت ايه؟ عملت كل اللي طلبه المعلم، اشتغلت مدرب اسود وجبت له اسد لحد البيت. هايل يا اخويا هايل. لا هايل ولا نيله. ليه بقى؟ عشان في الاخر كل ده راح راح، ولا كاني عملت حاجه. الاستاذ وليد على اخر لحظه رفض الجوازه. يوه مش معقول، بجد رفض؟ ايوان، وقال انا لا يمكن اتجوز واحده تانيه غير نانسي، وبوظ كل حاجه. يا حبيبي يا وليد. نهايته هتدوني المكافأة ولا هتعملوا ايه معايا انت والست ميرفت؟ معرفش بقى، هرجع اسألها واقولك. استنى هنا شوية. ماشي، اديني مستني هنا شوية. انا جيت. انت لحقتي؟ خلي وليد يرجعني وانت تاخد المكافأة. يرجعك ازاي؟ معرفش، اتصرف، وده آخر الكلام اللي عندي. معلوم، استبينا. لو انت احسن مني كنت اللي عملته فعلا. يعني هم عايزينك ترجعها. ايوان، ولما هترجعها هينفذولك اللي انت عايزه كله بالظبط. محلولة. محلولة ايه يا نيلة؟ استنى انا هكلم الاب الروحي. مين الاب الروحي ده؟ الباتشينو؟ استنى بس. الو؟ ايوه يا مستر فيبوناتشي. الحمد لله. بقول لك ايه عندنا واحده في غيبوبه وعايزه ترجع. ايه بتقول؟ ايه؟ مش معقول. في ايه حسام؟ انت لا يمكن تصدق اللي قاله مستر فيبوناتشي. قال ايه فيبوناتشي؟ الله يخرب بيتك. المشاكل بتضايق البني ادم وبتبوظ له حياته، بس بعد ما المشكله تخلص الواحد بيكتشف انه اتعلم حاجه منها، اخد درس ما كانش هيتعلمه لو ما حصلتش المشكله. يعني تقدر تقول إن المشكلة هي حاجة جاية عشان تعلمك حاجة. فهمت حاجة؟ أنا ذات نفسي مش فاهم حاجة، وهي دي المشكلة. الله، أنا بقيت حكيم. مشكلة فعلا. ياه، مش معقول. لا معقول. لا مش مصدق نفسي. لا صدق. طب ازاي؟ فهمني يا ابني. ما انا شرحت لك مرتين. طب معلش اشرح لي التالتة، انا بفهم من المرة التالتة على طول، والتالتة تابتة. طب بذمتك انت عارف معناها ايه؟ هي ايه دي التالتة تابتة دي؟ مالها؟ عارف معناها ايه؟ ايوة طبعا عارف. طب معناها ايه؟ على فكرة انا عارف، تلاقيك انت اللي مش عارف. لا طبعا عارف، بس عايز اشوف لو انت اللي عارف ولا لا. طب خلاص قول لي اللي انت عارفه وانا هقول لك اللي انا عارفه. لا يا شيخ. طب ما انا ممكن اقول لك، ولما انا اقول لك انت تعرف من اللي انا قلته، مع انك ما كنتش هتقول، وانت اصلا مستني ان انا اقول اللي انا عارفه عشان تعرف من اللي انا هقوله. لا ماليش دعوه، قول انت الاول. طب ما انا برضو ممكن اقول لك اللي انا عارفه وبعدين تقول لي اللي انت عارفه، واقول لك انا كنتش عارفه وانا اصلا عارفه وانت ما كنتش عارفه. طب وبعدين؟ ولا قبلين يا سيدي. طب بص انا هقول، بس انت تقول بعدي بسرعه من غير ما تفكر. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي انا هقول. بص يا سيدي. التالتة تابتة اتقالت في الحرب العالمية، ومعناها ان لو في جنود واقفين مع بعض وعايزين يدخنوا، الاولاني يولع للتاني بس ما يولعش للتالت، لان الجند التالت لو ولع سجارة هيتشاف ويتقتل. ايه الهبل ده؟ الكلام ده اي كلام؟ لا يا شيخ. ايوان طبعا. طب قول انت معناها بسرعة كده. التالتة تابتة دي معناها ان لما الواحد يعمل حاجة مرتين بيتبت في التالتة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ايه اللي بتقوله ده؟ بتقول ايه؟ انا نسيت احنا كنا بنتكلم في ايه. الله يخرب بيتك. فمعنى كلمة التالتة تابتة؟ لا انا قصدي الموضوع الاساسي اللي احنا كنا بنتكلم فيه. كنت حضرتك عايزنا اشرح لك للمرة التالتة عشان بطء فهمك
اللي قاله مستر فيبوناتشي. ايوه مستر فيبوناتشي دوت. يا ساتر ده انت توهتني. ممكن بقى تقول لي وتشرح لي هو قال ايه بالظبط؟ ما انا شرحت لك مرتين. معلش اشرح لي مره كمان. بقول لك انا بفهم من الثالثه والثالثه ثابته. طب بذمتك انت عارف معناها ايه؟ يا دي النيله احنا هنعيد الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه من الاول. بذمتك انت يا شيخ ينفع الحوار ده يبقى داير بينا في الظروف المهببه اللي احنا فيها ديت؟ اكبر بقى يا سيدي بقى وكفايه هيافه. حاضر اتفضل يلا اشرح لي. حاضر بس ركز معايا وشغل البروسيسور. عارف البروسيسور؟ عارفه اللي هو موجود في الحمام دوت. حمام؟ يلا يا عم بلالين انجز. حاضر. بص يا حسام اديني بصيت. قبل ما اقولك مستر فيبوناتشي قال ايه انت محتاج تعرف مين هو اصلا مستر فيبوناتشي. اتفضل قولي هو مين. مستر فيبوناتشي ده حكيم صيني اتولد في ايطاليا من اب روسي وام اسبانية وكان لحظة واحدة. ايه لحظة واحدة عشان انت هتحرق البروسيسور. ليه يعني؟ ايه الخلطبيطة اللي انت بتقولها دي؟ يا ابني خلطبيطة ايه؟ انا بقول كلام واضح وبسيط في مستوى الطالب المتخلف. طب قول تاني كده مرة واحدة كمان تاني. ماشي اتفضل. بس ركز معايا. مركز اهون. مستر فيبوناتشي ده ايوان حكيم صيني. حلو. اتولد في ايطاليا. حلو. من اب روسي وام اسبانية. طب هو بيلعب في منتخب ايه؟ لا ده اعتزل دولي خلاص. طب جايبه ليه طالما اعتزل؟ سيب الراجل يقعد في الاستديوهات التحليلية ويعمل اعلانات ويعيش حياته. لا ما تقلقش انا بيني وبينه تعامل، ولعلمك هو هيعمل الموضوع ده بس عشاني. عد الجمايل بقى يا حسام. طب قبل ما عد الجمايل افهم هو هيعمل ايه بالظبط. هيخليك ترجع نانسي. ارجع نانسي؟ ارجعها منين؟ من موقف اسكندرية. انت قصدك انها ممكن تفوق من الغيبوبة؟ طبقا لكلام مستر فيبوناتشي ده ممكن يحصل بس بشرط. ايه هو؟ ان احنا نجيب حاجة. وايه هي؟ اقول لك يا سيدي. مستحيل، انا مستحيل اعمل كده. اسمعني بس يا استاذ وليد. مش عايز اسمع. افهمني بس يا استاذ وليد. مش عايز افهم. طب نتكلم بالعقل. عقل؟ انتوا خليتوا فيها عقل. بقى في حد عاقل يقول اللي بتقولوه ده؟ استاذ وليد ممكن اسالك سؤال وترد عليا بكل صراحه؟ اتفضل. حضرتك عايز مراتك تفوق من الغيبوبه ولا لا؟ وهو ده سؤال؟ طبعا عايز. ده انا بتمنى لو انا اللي ابقى في المستشفى مكانها. حلو قوي. وانا بقول لحضرتك ان في طريقه ممكن تخليها تفوق من الغيبوبه. انت متضايق ليه بقى؟ عشان ده كلام مجانين. انا اعرف ان العلاج ممكن يكون بالادويه، بالاعشاب، او حتى بالابر الصينيه، لكن انا اول مره في حياتي اسمع عن العلاج بالبسطرمه. انا همشي. سلام عليكم. استنى يا استاذ وليد. يا استاذ وليد. طب حاسب على القهوه اللي شربتها. طيب خلاص يا حسام سيبه. اسيبه ايه يا حاسب على القهوه؟ هتحاسب انت. خلاص الحساب عندي انا. هات الفلوس. بعدين. لا بعدين ولا قبلين. انت قايم رايح فين؟ قوم معايا من سكات على البيت. طب هنعمل ايه في المشكله اللي احنا فيها دي؟ انا هقول لك هنعمل ايه. شقلطة مرمطة اهمت رترتة كده نخلص منها. بقيت زروطة سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها نوح وشيت الغطا. شقلطة مرمطة اهمت رترتة كده نخلص منها. بقيت زروطة سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها نوح وشيت الغطا. ايه رأيك يا حسام لو نشيل العفش والحاجات اللي في الصالة عندك دي ونبني حمام سباحه صغير هنا كده؟ الله يخرب بيتك يا بلاليني. في ايه بس يا حسام؟ يا بني ادم انت مش هتبطل برود. طب بذمتك ما نفسكش يبقى عندك حمام سباحه في بيتك وتبلبط؟ انا نفسي انت يبقى عندك دم وتحس باللي احنا فيه. طيب خلاص يا معدوم الخيال يا قاتل الافكار يا مزدوج. وبالمناسبه بقى قول لي الفكره اللي هتنفذ بيها طلب مستر فيبوناتشي. هقول لك بس اقعد اسمعني وما تفتحش بقك. انت فاهم انا هستحمل اهانتك البلاستيكيه دي بس علشان عندي فضول اعرف الفكره. طيب فتح لي مخك. بص يا سيدي، هو الاستاذ فيبوناتشي دوت طلب مننا ايه؟ طلب قطعه بسطرمه. وهل طلب قطعه البسطرمه عاديه زي اللي موجوده في اي محل او سوبر ماركت؟ لا. امال طلب ايه؟ طلب تكون معمولة في البيت. وما هي مواصفات البيت؟ يكون بيت زوجين اتطلقوا مرتين قبل كده. هل هي ديت الشروط اللي قالها كلها؟ صح. هل جاب سيرة وليد؟ لا. يعني وجود وليد مش ضروري. يعني ايه؟ يعني مش لازم يبقى موجود واحنا نقدر نعمل الموضوع ده ونخلص كل حاجة. انت قصدك اننا بالظبط احنا هنعمل كل حاجة ونديله البسطرمة ونقوله يأكل مراته حتة صغيرة
زي ما طلب مستر فوتوناتشي. طب افرض ساعتها مرضيش. يا سيدي نجرب ونعمل اللي علينا. ماشي. هتفضل بقى قدامنا مشكلة أهم. ايه هي؟ ازاي هنجيب الزوجين اللي اتطلقوا قبل كده مرتين؟ صح، نحلها ازاي دي؟ ولو حليناها هتفضل قدامنا مشكلة تانية. اللي هي؟ ازاي هنقنعهم يسيبونا نعمل بسطرمة عندهم؟ فعلا. وفوق كل ده سؤال أهم، اللي هو إزاي حنعرف نعمل البسطرمة أساساً؟ عملت يا بل عليا بصراحة هو ده أخري. دايماً بنعلق البسطرمة من محل سميك لحتى تنزل الماي بفعل الجاذبية لتحت وينشفوا الجنبين مع بعض. انت بتعمل ايه يا حسين؟ إسحاق تحكي بنوب. ايه ده؟ انت بترمي عليها تعويذة؟ هي حصلت يا حسام؟ اسكب بقى أخي، اسكب بقى وخلينا اكمل الفيديو. ده فيديو ايه ده؟ هخلص واقولك، ممكن تخرس. حاضر، اديني خرست. يلا يا معلم كمل. بدي اعمل بخش، شوفوا وين؟ ما عم ببخش هون من على الطرف، من هون عم ببخش، شايفين؟ ايه معلم شايفين؟ انت اتجننت يا حسام؟ انت بتكلم الراجل اللي في الفيديو على اساس هيسمعك وكده يعني؟ العمى بقلبك. طيب خلاص براحتك. اتفضل معلم. بدنا كاسة حلبة وكاسة فليفلة حمرة ناعمة ومئة جرام توم مقشر ونص فليفلة حمرة ومعلقتين طحين ونص كاسة كزبرة يابسة ونص كاسة كمون ومعلقة دبس فلفلة ونص معلقة ملح ونص معلقة فلفل أسود وعندي ماي وبدي حط شوية زيت نباتي لنعمل العجينة وتطلع معي عم تلمع. أول شي بدنا نعمله بدنا نحمص الطحين. بدنا كاسة حلبة، تعرف تجيب لنا كاسة حلبة يا بلليني؟ ده أنا أجيب لك كاس العالم لو حبيت. يا عم اتكلم على قدك بقى. خلاص خلاص ما تزعل روحك، بس حقيقي برافو عليك يا حسام، أنت ابتديت تتغير تماما. ولا تغير ولا حاجة، أنا زي ما أنا. عموما لا مش زي ما أنت، اللي حواليك هم اللي بياخدوا بالهم من التغيير، وبما أني أنا الوحيد اللي حواليك دلوقتي فأحب أقولك انك ابتديت تبقى انسان تاني. طب فوقك بقى من حصص التنمية البشرية بتاعتك ديت وخلينا نشوف هنعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها دي. مصيبة ليه؟ انت مش خلاص اتعلمت طريقة عمل البسطرمة؟ ايه معلم ايه؟ طيب يبقى المشكلة اتحلت. لا ما اتحلتش، لاننا لسه ما لقيناش البيت اللي هنعمل فيه البسطرمة. عيب عليك، وانت فاكرني قاعد بلعب؟ ايوه قاعد بتلعب، انا شايفك عمال بتلعب لودو وكاندي كراش. يا ابني لودو ايه وكاندي كراش ايه؟ ايه الالعاب القديمة دي؟ امال كنت تلعب ايه بذمتك؟ ما كنتش بلعب. امال كنت بتعمل ايه؟ كنت بعمل صفحه على الفيسبوك وسميتها اعمل بسطرماتي ولك تحياتي. يا سلام يا سلام. ايه الاسم الجميل ده يا اخي؟ انا هعيش واموت وانت زي ما انت مغفل وضايع. واعلنت على الصفحه اننا عايزين 2 متطوعين نعمل عندهم البسطرمه في مطبخهم. يا سلام. انا متاكد انك عمرك ما هتنجح في كل اللي انت بتعمله دوت. بس حطيت في وسط الابليكيشن سؤال عن الحاله الاجتماعيه وتحديد حالات الطلاق السابقه، وجاس وات ايه؟ ما تقولش لقيت. فور شور يا مان. طبعا. يا سلام يا سلام، انا طول عمري بقول ان الاستاذ بلاليني ده اذكى راجل في العلبه. لا يا شيخ، استاذ نديم باشا البلاليني. افندم ابوس بلالينك، ابوس بلالين العيله، بلونه بلونه، مش وقت خناق، ورد عليا باه او لا. بذمتك انت لقيت الاتنين اللي تنطبق عليهم الشروط؟ ايوه يا حسام، 2 متجوزين واتطلقوا قبل كده مرتين. يا اخي ومستني ايه؟ يلا بينا. على فين؟ وهنقول لهم ايه؟ مالكش دعوه، انا هقول لك في السكه. يلا يا بلاليني يلا. الجواز عامل زي المشروع، والمفروض ان الزوجين شركاء في المشروع دوت، وده معناه انهم لازم يكونوا متفاهمين، وده المفروض، بس للأسف ساعات كتير المفروض بيبقى مرفوض. ايه الجمال ده؟ انا بقيت شاعر وحكيم، بس ده مش غريب لان انا بسمع الكينج كتير. خلاص تعبت مش قادر. معلش يا سيدي، خلاص ادينا وصلنا، وبعدين الدور مش عالي قوي يعني. مش عالي؟ تطلعني 9 أدوار على رجلي وتقول لي مش عالي؟ اعمل لك ايه؟ ما العماره ما فيهاش اسانسير. وطالما ما فيهاش اسانسير جايبنا ليه؟ لا يا شيخ،
هو انا برضو اللي جبت عنوان الاتنين دول؟ مش انت اللي لقيته على الصفحة المنيلة بتاعتك؟ قال صفحة حشرب شرباطي وانده المسحراتي. اسمها اعمل بسترماتي ولك تحياتي. الاتنين اسامي ملهاش بارد من حامي كتكنيل اقعد كده. طب انا ماشي. لا 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 استنى، رايح فين بقى بعد ما تعلمت طريقة عمل البسترمة؟ جاي تمشي؟ مفيش ماشي غير لما نخلص المهمة ديت وناخد المكافأة. طيب طيب امر لله، هستحملك وخلاص. المهم بس انت حفظت كويس الخطة؟ ايوه يا سيدي. طب سمع. اسمع ايه واحنا في ابتدائي؟ اخلص وسمع. هنقول لهم انك الشيف فريد لحام اللي جاي تعمل البسترمة عندهم، واننا هنفضل نتردد عليهم 3 4 ايام لحد ما نخلص عمل البسترمة، وبعدها ليهم مكافأة كبيرة بس اخر الشهر عشان الاجراءات. برافو عليك، ما تنساش بقى تديني برستيجي قدامهم وتحترمني. هحاول. يلا رن الجرس. ما ترن انت. من اولها هنبوظ الخطة. فين البرستيج والاحترام؟ انجز يلا ورن الجرس. حاضر اهو. انت مش سامع الجرس يا بيه؟ شكلك انت اللي مش سامعاه يا هاني. الله الله، شوف يا اخي الاحترام المتبادل. هو بيقول لها يا هانم وهي بتقول له يا بيه. انا حاسس اننا جينا المكان المناسب والخطة هتنجح بإذن الله. مش عارف ليه مش مصدقك. ما طول ما سعادتك ماسك المدعوق الموبايل ده عمرنا ما هنشوف خير ابدا. ما انت برضو طول اليوم قاعدة لي قدام المسلسلات المدبلجة يا هانم. ايه ده، انا ابتديت اتوغوش. رن الجرس تاني عشان شكله حيرمي اليمين التالت واحنا لسه على الباب. خبط بسرعة واضرب الجرس بدل ما اضربك على قفاك. هم اسمهم ايه؟ احمد ومنى. ايه الاسامي التقليدية ديت يا عم؟ هو انا اللي كنت مسميهم. افتح الباب يا زلمة. مين حضراتكم؟ مساء الخير، احنا اللي جايين من صفحة اعمل بسترماتي ولك تحياتي. شكرا شكرا مش عايزين. مرحبا استاذ احمد، قديش حلو السلم تبعكم ما شاء الله، 9 ادوار ما شاء الله، واحنا كتير تعبانين وبدنا نمرق على جو. اذا بدك وطي التلفزيون يا منى، مش عارف اسمع الاستاذ. لا حضرتك فاهم غلط يا استاذ احمد، الاستاذ هو اللي بيتكلم مش التلفزيون. تلفزيون ايه؟ انا مش فاتحه حاجه. مرحبا مدام، شو اخبارك؟ اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ معك الشيف فريد لحام. اهلا وسهلا، اتفضلوا. يتفضلوا فين؟ مين دول يا هانم؟ خش جوه وهقول لك على كل حاجه. اتفضلوا اتفضلوا، يا اهلا وسهلا. مات يلا وشد الهمة ومعايا البسترمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. وانت ازاي تعملي حاجة زي دي من ورايا يا حبيبي؟ فهمني، انا كنت متأكدة انك هتوافق اصلا، الموضوع كله لسه حاصل من شوية وملحقتش احكيلك. وانت ليه بقى ضمن الناس دي؟ مش يمكن حرامية ولا نصابين؟ يا احمد افهمني، دول عندهم صفحة كبيرة قوي على الفيسبوك وناس كتيرة قوي كانوا مقدمين في الموضوع ده، وحظنا اننا احنا اللي اتقبلنا. كل اللي هيحصل انهم هيدخلوا المطبخ نص ساعة لمدة 4 ايام عشان يعملوا البسترمة، وبعدها الموضوع هيخلص وناخد المكافأة دي كبيرة قوي. شكرا مش عايز. لا عايز. لا مش عايز. طب انا بقى عايزك تصلح ضلفة الدولاب المكسور بقالها سنتين، وحنفية الحمام اللي بايظة من ليلة الدخلة، وباب المطبخ، وتنزل لي الستاير علشان اغسلهم. خلاص خلاص، ايه ده كله؟ دي الطلبات اللي انا مش هطلبها منك خالص لو انت وافقت على الموضوع ده. هي بقت كده يعني عافيه؟ لا يا حبيبي ذوق، وانت ذوق، واكيد مش هتقول لا، وهنستفيد انا وانت بالمكافاه اللي هيدوها لنا، ونصلح كل الحاجات اللي بايظه، ونجيب كمان كل اللي نفسنا فيه. ها قلت ايه؟ انا قلت كده، انت هتودينا في 60 داهية. ليه بس؟ مكافأة ايه اللي وعدتهم بيها يا بلاليني؟ هنجيبها لهم منين؟ من المكافأة اللي احنا هنقبضها. وانت ايه اللي يضمن لك ان احنا هنقبض المكافأة؟ مش ممكن نفشل؟ مش معقول بقى انت تتعلم طريقة عمل البسطرمة وانا لاقي الاثنين دول اللي تنطبق عليهم شروط مستر في بوناتشي من وسط 100 مليون مصري ومصرية، وتقول لي مش هننجح؟ قصدك ايه؟ قصدي انها سالكه. والله انا حاسس ان هي سالكه ومتيسره لحبل المشنقه. يا عم انت قلقان ليه؟ انت هتيجي وتعمل الخطوات اللي انت اتعلمتها في مطبخهم، وبعد 4 ايام الموضوع كله هيخلص. وانت ايه اللي يضمن لك انهم ما يتطلقوش في الايام ديت؟ ما تقلقش، انا هقول لهم الشرط ده دلوقتي عشان نضمن، وهم كمان اكيد هيستحملوا عشان المكافاه. يا ابن اللذينة، بتفكير شياطين. لا حاسب انت جناحاتك ياض يا ملاك. بس عشان هم جايين دلوقتي علينا هم.
اهلا وسهلا. هلا فيك مستر احمد، منورين البيت. منور باهله يا مدام منى. والطريق كان كويس بقى وانتوا جايين؟ لا والله كان زحمه جدا. ما تلاقي عشان الماتش يا دي النيله. ايه في ايه؟ الدخله دي مش غريبه عليا، شفتها قبل كده في بدايه موضوع كده، كان زمان وكان اخره خير مش كده؟ والله مش عارف، لحد دلوقتي مش عارف اجيب اخره، ربنا يستر. ما تقلقش ما تقلقش، خش عليهم بقى. ماشي ماشي، ما بدنا نعطلكم، هلا نمرق على المطبخ منشان نسوي البسطرمه. وزي ما اتفقنا يا مدام منى، احنا هنعمل فقر عنكم بعد ما نخلص، وطبعا هنقول انكم متجوزين. ها مفهوم طبعا، ما تقلقش. هو احمد عصبي بس شويه، وان شاء الله هيمسك اعصابه الكام يوم دول. وهو انا بتعصب من نفسي ولا في شخص معين موجود هنا هو اللي بيعصبني؟ الله يخليك استاذ احمد، لا تعصب، الله يوفقك. وزي ما قال نديم بيك، بس 4 أيام وبعدها نروح لحالنا. طيب يا سيدي، أمر لله، أما نشوف آخرتها. شلطة مرمطة أهمت رترتة كنا نخلص منها، بقيت زروطة لسبعة تروح ولقيت أشبه حطيها نوح وشيت اللطة. شلطة مرمطة أهمت رترتة كنا نخلص منها، بقيت زروطة لسبعة تروح ولقيت أشبه حطيها نوح وشيت اللطة. عسل قوي احمد ومنى، ربنا يستر وما نطلعش نلاقيهم كلوا بعض. طب بذمتك مش بيفكروك بحد؟ قصدك مين؟ حد اسمه حسام وواحده تانية اسمها حنان. لا لا، احنا خناقاتنا انا وحنان حاجه تانية. طب لا، ارجوك ارجوك احكي لي خناقه واحده منهم. سيبني بقى اركز في اللحمه عشان اعرف اشتغل. والنبي ما تبقاش غلس بقى، والنبي طب والنبي احكي لي وانت بتعمل. حاضر، اسمع يا سيدي. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، في ليلة كنا بنتخانق الساعة 3 الفجر. يا حنان يا حنان، حرام عليكي، الفجر حيدن وإحنا قاعدين نتكلم. أبوس إيدك سيبينا نام ساعتين، عندي شغل بكرة. بكرة إيه؟ ده احنا بقينا بكرة. طبعا مش طايق تتكلم معايا، اكيد امك سخنتك عليا كالعادة. حنان احترمي نفسك، ما اسمهاش امك، اسمها مامي. مامت حضرتك يا سي حسام، حلو كده؟ لا مش حلو، لو سمحت ما تتكلميش عنها وسيبيها في حالها. مش لما تسيبني هي في حالي الاول؟ وطي صوتك لحسن الجيران تصحى. يعني انت مهتم بالجيران وانا مش مهمة عندك صح؟ يا حنان حرام عليكي بقى، هو انت بتقولي شكل للبيع؟ انت بتعملي كده ليه؟ انت عمرك ما كنت كده. اوقي اوقي تاني، اوقي يا دي النيلة. انت اللي عمرك ما كنت كده. يا رب صبرني يا رب صبرني. كنت بتحبني وبتهتم بيا وبتخاف على زعلي وبتصالحني وبتعتذرلي و... يا ست انا غلطت، خلاص بقى انا غلطت في ايه عشان اعتذر كده يا حسام؟ ماشي كمان بتزعقلي، خلاص انا هقوم وامشي. تمشي تروحي فين يا اختي؟ هروح انام في الأوضة التانية. تعالي هنا افندم. مش احنا متفقين نتخانق مهما نتخانق، بس نفضل احنا والخناقة جوه اوضتنا، وحتى الكراسي اللي في الصالة ما تسمعش صوتنا؟ ما انا بعمل كده. بتعملي ايه؟ ده الناس اللي في اخر الدنيا سمعت. ما هو بسببك برضو. طيب يا ستي معلش، عائق عليا، انا اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان. ماشي انا اللي غلطان، معلش مش هعمل كده تاني. طب احلف انك مش هتعمل كده تاني. يا ستي هو انا عملت ايه اصلا؟ يعني كنت بتاخدني على قد عالي وبتعتذر وانت مش حاسس انك غلطان اصلا؟ يا دي النيله يا دي النيله، صبرني يا رب صبرني يا رب. طب خلاص بقى ما تزعليش. يا دي النيله، وادي راسك ابوسها، وادي ايدك ابوسها. ايه ده يا حسام؟ في ايه في ايه؟ ايه اللي مش في ايدك ده؟ ايه صيغه السؤال الغريبه ديت؟ في حاجه اسمها ايه اللي مش في ايدك ده؟ ايوه يا حسام، في حاجه مش في ايدك. لا يا ستي، ايدي سليمه وكامله، وهي فيها 5 صوابع والحمد لله. حسام فين الدبله؟ اخ وقعت ومش هخلص. انا مش قايلالك 100 مرة دبلتي ما تتقلعش من ايدك يا سي حسام. ايوه يا حبيبتي، ما انا فعلا مش بقلعها خالص. ايه ده يعني انا ما بشوفش؟ طب استنى بقى اروح اعمل عملية ليزك وارجع لك. لا يا حبيبتي مش محتاجة تعملي عملية، انت بسم الله ما شاء الله بتشوف كويس. يعني الدبلة موجودة ولا مش موجودة؟ مش موجودة. يبقى ليه كتر الكلام والمقاوحة؟ مش قلنا لما تبقى غلطان تعترف وتنجز؟ حاضر انا اسف انا غلطان. ومش لابسها ليه؟ ممكن افهم السبب؟
عادي يعني، انا لما بدخل البيت بقلعها زي الجزمه كده، حنام بالجزمه برضو لازم اريحها، اريح ايدي زي ما بريح رجلي. يعني الدبله مضايقاك تعبك؟ لا كده يا حسام؟ لا مش الفكرة بس. وحطيتها فين حضرتك؟ على الجزامة، أقصد على مراية الحمام. باين باين؟ اه يعني حتى مش مركز انت حطيتها فين يا حسام؟ لا مش قصدي، أنا قصدي باين يعني باينة. يا أدي الليلة اللي مش فايتة يا ربي، أنا مش هخلص. ماشي يا حسام، طب بعد إذنك يا أستاذ. رايحة فين يا أستاذة؟ رايحة نام جنب الدبلة. روحي نامي جنب الدبة عشان تاكلك. والله انتوا زي العسل. عسل؟ ده عسل أسود. وماله العسل الأسود؟ عيبه إيه؟ عيبه إنه أسود. إيه العنصرية دي؟ ده عسل مسكر وطعمه جميل وأسمر كده، تحس إنه هو إفريقي. طب والنبي اسكت وسيبني أخلص اللي أنا بعمله. أديني ملحت البسطرمة ولفتها في القماشة، يلا بقى نحطها في التلاجة ونتكل على الله. تسلم إيدك يا حسام، مش قلتلك متيسرة سالكة. طلقني طلقني حالا يا أحمد بقولك. الله يخرب بيتك يا دي الليلة المطينة، عجبك كده يا بلالين الزفت؟ مش وقت خناق، الله يكرمك، يلا بسرعة عشان نلحقه قبل ما يتجنن في عقله، ده ممكن يطلقها ويبوظ كل حاجة. طب انده عليه بسرعة. وانت انده عليها. منى أحمد. منى أحمد. الناس المبسوطين في حياتهم غالبا ما بيقولوش، وبيعملوا بالمثل اللي بيقول داري على شمعتك تقيد. والناس اللي عندهم اي مشكلة بيحكوها لطوب الارض، ودول بقى بيعملوا بالمثل اللي بيقول الشكوى رقوة، وبتبقى النتيجة اننا ما بنسمعش غير مشاكل طول الوقت، ومحدش بيحكي ابدا على الحاجات الحلوة، لدرجة اننا بنحس ان مفيش اي حاجة حلوة. أما أقوم أدور على أي حاجة حلوة في التلاجة عشان أكلها. طلقني يا أحمد. ما تعصبينيش يا مونة. طلقني يا أحمد. ما تنرفزينيش يا مونة. طلقني يا أحمد. يا مونة، طب روحي وانتي. بس إيه يا أخوانا في إيه؟ إيه يا أخوانا في إيه؟ إهدى يا أستاذ أحمد، إهدي يا أستاذة مونة، ده شطان ودخل ما بينكم. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انت بتتكلم مصري حلو قوي. شفتوا؟ بسبب الخناقه بتاعتكم خليتوا الشيف فريد لحامي يتكلم بالمصري والله. لا بس برافو، ده انت ولا اكنك مولود في مصر. الله يخليك استاذ احمد، بحب مصر وبحب افلام مصر، مشان هيك بعرف احكي مصري، عرفت كيف؟ طب قول لنا بس حته كده من اي فيلم بتحبه. تكرم عيونك مدام. يا صفايح الزبده السايحه، يا براميل القشطه النايحه، يا حلو ايه التقل ده. الله، واحده كمان واحده كمان. تكرم عيونك مدام، بكفي. لا عشان خاطري. حاضر، انا راجل وكلمتي لا يمكن تنزل الارض ابدا. حنفي. خلاص هتنزل المره دي، لكن اعملي حسابك المره الجايه لا ممكن تنزل الارض ابدا. لا والله عسل يا شيف. الله يوفقك مدام، بس بليز لا تتخانقي انت وزوجك من شان ما تبوظ البسطرمه. والبسطرمه ايه اللي هيبوظها لما نتخانق؟ زي ما فهمتك يا مدام منى والاستاذ احمد برضو، يعني لازم يكون عارف الكلام ده. احنا هنعمل فيلم تسجيلي عن عمل البسطرمه في البيت، وخلاص عملنا الدعاية للموضوع، ولو حصل واتطلقتوا هنضطر نبتدي من الأول ونصور عند زوجين تانيين ونلغي كل اللي عملناه عنكم، وبالتالي مش هيكون فيه مكافأة. لا 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 لا، مفيش حاجة تتلغي، مش كده يا أحمد؟ صبرني يا رب. إيه؟ أستاذ أحمد، إذا بتريد بدنا نتكلم كلمتين على جنب. تحت أمرك اتفضل. وانت يا مدام منى، عايز أقولك حاجة مهمة جدا. تحت أمرك اتفضل. يعني قصدك ايه؟ يعني بصراحة أستاذ أحمد، بدي منك تحط أعصابك في تلاجة مثل ما نحن حطين البسطرمة. هدي أخلاقك شوي، لا تعصب على المدام. أيوة بس هي. بعرف شو راح تقول وما راح أناقشك، بس بدي منك شي واحد إذا بتريد. إيه هو؟ شيل كلمة الطلاق دي من تمك الأيام، بعد ما تزبط البسطرمة بنكفي، واعمل شو ما بده. لا مؤاخذة يعني ما فهمتش. شو بدي أقول؟ معلش أصلا يعني في المسلسلات المدبلجة مش قوي. يعني مو فاهم علي الصراحة. لا خلاص بحكي لك بالمصري. طب احكي. شوف يا باشا، احنا عاوزين ننجز المرمى ديت بعد إذنك،
عشان ننحت النحتاية وأبجك المعلوم ونعتمد. لا معلش، ممكن ترجع تتكلم مدبلج تاني عشان برضو مش فاهم. يعني من الآخر كده، أعصر على نفسك ليمونة. أعصر على نفسي ليمونة؟ آه، واستحملها كام يوم دول، وهي الست برضو ما عملتش حاجة يعني. دي بتعلي صوتها عليا. يعني يا سيد استحمل. يابا دي بتحكي لمامتها واختها كل حاجة. ويعني يا سيد استحمل. طب بلاش، دي بتتخانق معايا كل منزل على القهوة ولا اروح عشان اقابل اصحابي. ويعني يا سيد استحمل. استحمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ استحملها كلها على بعضها كام يوم، وبعد ما الايام تعدي اعمل اللي انت عايزه، خلي عينك على المكافأة اللي في الاخر. ماشي، امر لله. اهو كده تعجبني. مش معقول اللي انت بتقوله ده يا استاذ نديم. ليه بس يا مدام منى؟ ده معقول جدا، ده هو ده عين العقل. يعني انت قصدك اني اتنازل في كل حاجة؟ لا طبعا مش قصدي كده. امال قصدك ايه؟ قصدي تمشي المركب. يعني ايه؟ يعني ما توقفيش الدنيا على تفاصيل صغيرة، عدي، كبري دماغك، اعملي نفسك مش واخده بالك. وايه اللي يخليني اعمل كده؟ اولا تعالي نتفق على ان كل الحاجات اللي بتضايقك من الاستاذ احمد حاجات صغيرة. أيوة بس أنا معاكي إن هو مش منظم وبيرمي حاجاته في كل حتة، وساعات بيخش بالجزمة وإنت لسه مسحة وظهرك وجعك، وتفاصيل كتير بايخة. بس أنا كل اللي بطلبه منك إنك يعني تقولي له على الحاجة مرة، تفوتي مرة، فهماني حضرتك؟ يعني قصدك أسيب له مساحة للخطأ؟ الله ينور عليكي، ما هو في الآخر بني آدم وأكيد هيغلط، هو برضو مش جهاز. يبقى بلاش نقف على الوحدة، لأنك لما تقفي له على الوحدة هيعمل زيك، ولو عدتيله تفتكر هيعمل ايه؟ هيعمل زيي. برافو عليكي، وبكده المركب تمشي وممكن تخمس كمان. ايوه بس 4 ايام بس يا مدام منى، كل اللي بطلبه من حضرتك 4 ايام تعدي فيهم الحاجات الصغيره، ولو حصل حاجه كبيره كلميني وانا هاجي اجيب لك حقك منه واملص لك ودانه. تملص له ودانه؟ قديمه قوي صح؟ حسيت اني بكلم جدتي. المهم ان المعنى وصل مش كده؟ كده اهو كده. طيب هلا بنمشي وبكرة بنرجع تاني مشان نشوف البسطرمة. تنورونا أي وقت. زي ما اتفقنا بقى مدام منى. حاضر يا أستاذ نديم. اتفقتوا على إيه؟ اتفقنا أن أسيب البسطرمة ملفوفة في الفوطة وما جيش جنبيها خالص، واخد بالي منها لحد ما يجوا بكرة. بالظبط كده. بحسب. وانت تعمل مثل ما حكينا أستاذ أحمد. تمام تمام، ما تقلقش. وانت حكيته في إيه بقى؟ ها؟ لا ده قال لي اقعد اتفرج شويه على المسلسلات المدبلجه عشان اعرف يعني اخد اللغه. بجد يا احمد؟ يعني هتتفرج معايا على مسلسل الساعه 8 يا حبيبي؟ ايه بتريدي حياتي؟ طبعا بريد يا بيبي. طب فوتكم بعافيه بقى. ايه لا مؤاخذه لا مؤاخذه، هلا بنروح وبنيجي بكره. تنورونا في اي وقت. شقلطة مرمطة اهي مترترتة كده نخلص منها، بقيت زروطة لسبعة تروح ولعيد حجرة حبيها نوح وشيت اللقطة. يا سلام يا سلام، اخيرا رجعنا الشقة. اتفضل يا استاذ نديم. لا ما يصحش، اتفضل انت يا استاذ حسام. والله لا يمكن، انت اللي على اليمين. ايوه بس انت الكبير. كبير ليه؟ انت عندك كام سنه يالا؟ Age is just a number. طب ما انا برضو مواليد 83، يعني الفرق مش كبير. ماشي يا حسام. استاذ حسام كويس اني لقيتك. انسه مايا اهلا وسهلا، خير؟ في حاجه؟ انا محرجه جدا من حضرتك، بس اصل الانبوبه بتاعتي فضيت مش عارفة أغيرها. قوي قوي، ولا يهمك، اتصل بالراجل يجيب لك واحدة حالا. لا لا لا، أنا عندي واحدة سبير بس هي فوق ومحتاجة حد يساعدني ويغيرها. قوي قوي، حالا اتصل بالراجل يجي يغيرها. لا لا لا، أصلي مستعجلة قوي، لو حضرتك يعني ممكن تيجي وتغيرها يبقى كتر خيرك قوي. حاضر حاضر، خش يا بلالين انت نام وارتاح، أو استنانا دقيقتين بس وبالما أرجع لك. اتفضلي يا انسه مايا. شكرا جدا بجد. ايوه ايوان كده تمام، افتحي البوتاجاز كده وجربي. لا خلاص بقى، طالما انت قلت انه تمام يبقى تمام، انا واثقه فيك. المنطقه هنا لسه جديده، بس قريب ان شاء الله الغاز هيدخل
وحيريحنا من موضوع الأنابيب ديت. بصراحة أنا مش متضايقة منه، بالعكس ده سبب لحاجات كتير قوي كويسة. لا طبعا الغاز أريح أريح يعني. بس بسبب موضوع الأنبوبة ده شفتك النهاردة واتكلمنا. الله يخليكي. طب في أي حاجة تانية محتاجاها؟ لا شكرا قوي. يعني أمشي أروح؟ طب بعد إذنك. اتفضل أستاذ حسام. أيوة فندم. أنا عملت لك إعلان على الفيسبوك، من فضلك اقبله عشان لو الأنبوبة خلصت يعني تاني أبعت لك. لا ما تقلقيش، هي بتقعد كتير. طب خلاص ما تقبلوش. ايه هو انا قلت حاجه غلط؟ يا زعلت، انا مش فاهم حاجه. سلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي. غيرت الانبوبه؟ ايوه يا سيدي غيرتها. طب كويس. حسام انا في موضوع مهم عايز افتحه معاك. حسام يا حسام، المفروض ان ده صوت شخير يعني؟ انت كده نمت؟ طيب ارتاح يا بطل، انت محتاج ترتاح عشان تعرف تواجه اللي جاي. عملت يا بل عليا بصراحة هو ده اخري. ازيك يا حسام؟ ايه ده انت مين؟ نانسي الصواف ولا ميرفت السنهوري؟ لا أنا حنان الهبلة. حنان الهبلة دي مين؟ إزاي بس؟ إزاي؟ ما تقلقش كده يعني، أنا مش هعرف أعمل لك حاجة، أنا مش روح ولا شبح من اللي واقفين في موقف اسكندرية. أمال أنت مين؟ أنا حنان اللي ضميرك لازم يفكرك بيها وباللي عملته فيها. أنا مجرد فكرة في عقلك الباطن، مجرد حلم أو تقدر تقول كابوس، مش عارفة تحب تسميه ايه. يعني انت عايزة مني ايه؟ مش عايزة حاجة، انت دلوقتي بتكلم نفسك، انت اللي بتتكلم وانت اللي بترد، يعني تقدر تقول اللي انت عايزه وانا مش هعرف ادافع عن نفسي. يعني لو قلت اي حاجة مش هتعرف ترد عليا؟ جرب. انت تخنت قوي. انت اللي تخنت وبقلصت يا تخين يا فشلة يا شوال المرتدلة. ايه ده؟ انت مش قلت انك مش هترد عليا؟ انا مش برد، ده انت اللي بترد. ايوه يعني ايه؟ يعني انا بقول الكلام اللي انت متوقع ان حنان هتقوله. انا مش فاهم حاجة بس حاسس اني حاسس بايه؟ بتأنيب الضمير مش كده؟ ايوا فعلا هو ده بالظبط اللي انا حاسه. يبقى انا كده عملت مهمتي. استأذن انا بقى. رايحة فين؟ هرجع على مكاني وسط افكارك المدفونة في عقلك الباطن. لا استني. استنى ايه؟ خليكي شوية. ليه؟ عايز اتكلم معاكي شوية. غريبة، انت مش خلاص كرهت حنان وقتلتها؟ ازاي دلوقتي عايز تتكلم معايا؟ معرفش، انا متلخبط ومزبزب. انت بجد مش حنان؟ لا قلتلك انا مجرد فكرة ودلوقتي همشي. سلام. لا استني. حنان يا حنان، بندع عليك اهوت، ليه مش بتظهري؟ تعالي وكلميني، زعقيلي، اتخانقي معايا، ما تسيبينيش كده. انا ليه عملت كده يا ربي؟ انا ليه عملت كده؟ الله يخرب بيتك يا بلاليني. يا دي النيلة على بلاليني وسنين بلاليني. الناس تصحى تقول صباح الخير جود مورنينج، لكن انت تصحى من النوم تشتمني ليه كده يا اخي؟ في ايه؟ ليه كده؟ مش عارف ليه كده. كمال انا كمال يا ربي بكل اللي بيحصل لي دوت. ما كنت عملت زي اي زوج مصري اصيل وسكت وعشت وخلاص. يا ابني مالك في ايه؟ ما تفهمني. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني شفت حنان في الحلم. لا انت ما شفتش حنان، اللي شفتها دي مجرد فكرة في عقلك الباطن. ايه انت عرفت ازاي؟ انا هقتلك يا بلاليني ومش هسيبك. الحقوني. الضمير كلمة صغيرة احتار الناس في تحديد معناها. ناس بتقول إنه بوصلة،
بتوري البني آدم الطريق لما يكون كل السكك بقت ظلمة. ناس بتقول إنه جرس إنذار بيرن لما نزودها حبتين، وناس بتقول إنه عقوبة سريعة لأي جريمة بيعملها البني آدم، لأنه حتى لو هرب من كل قوانين ومحاكم الدنيا مش ممكن يعرف يهرب من عذاب الضمير. أنا تأثرت مني قوي. الله يخرب بيتك يا بلاليني، والله لا قتلك، حقتلك يا نديم. استنى بس يا حسام، استنى. والله لا فرقع دماغك زي البالونة يا نديم. يا ابني اهدى، ايه التهديد الهزلي ده؟ انت مالك متعصب كده ليه؟ عشان انت عمال تلعب وتعصبني داخل جوه احلامي ليه؟ ليه؟ ايه ده؟ يعني انا خمنته صح؟ عاش يا بلاليني. خمنته؟ برافو عليا، انا كنت عارف ان ده هيحصل. هو صحيح اتأخر شوية بس مش مهم، المهم انه حصل. انت قصدك ايه يا جدع انت؟ انا مش فاهم حاجة. طب اقعد اقعد يا حسام واهدى عشان تسمعني. اديني قعدت وهديت، اتفضل قول. طيب باختصار عشان ما دخلكش في تفاصيل علمية اكبر طبعا بدون شك من مستوى دماغك، اتكلم عدل بدل ما خليك تتكلم من غير دماغك. ازاي؟ ما انا لو من غير دماغي مش هعرف اتكلم. لا هتعرف يا ابني، ما هو بقي في نص دماغي، هتكلم ازاي من غير دماغي؟ هبقى اوصلك بالبلوتوث، ما عنديش اي مشكلة. بغض النظر عن هذه الخيالات، ما علينا، المهم ركز معايا عشان اقولك. اتفضل قولي. قولي انت شفت ايه؟ يا دي النيلة، هو مين فينا اللي هيقولي مين؟ ما انت هتقولي علشان انا اقولك. يا سلام، طب ما ممكن انا لما اقولك انت تقول حاجة ما كنتش هتقولها بس تقولها بعد ما انا اقولك. يا ابني ما انا قلتلك اصلا قبل ما انت تقولي، قولي بقى عشان اقولك. قلتلي ايه؟ قلتلك ان اللي انت شفتها دي مش حنان. ايوان، هو ده مربط الفرس. عرفت منين بقى يا بلاليني اني شفت حنان؟ طيب هرد على سؤالك اوكي، بس قبل ما رد هأكد عليك مرة تانية ان اللي انت شفتها دي مش حنان. طب قولي الاول عرفت ازاي، وبعدين قولي اللي انا شفتها دي تطلع مين؟ عرفت لان التاريخ بيعيد نفسه، كل قاتل او مرتكب لاي جريمة بيفضل فاكر جريمته، ولو ما تعاقبش عليها وهو صاحي هيتعاقب وهو نايم. انت ليه بتتكلم كأنك واحد عادي معدي من الشارع بيبيع بلالين؟ انت ناس اللي انت اللي قلتلي اقتلها؟ ما حصلش. لا حصل. لا ما حصلش. لا حصل. امال مين اللي خدني من البيت ووداني الملاهي العبيطة بتاعتك ديت اللي موجودة في بيتك وقعد يقولي اكلها البسطرمة ومحدش هيعرف؟ مين اللي عمل كده؟ مين؟ انا. بس اللي انا عملته شبه اللي حصل في الحلم اللي انت شفته النهاردة. يعني ايه؟ يعني انا كنت بقولك اللي انت عايز تسمعه، بديلك السلاح اللي انت بتدور عليه. اذا كنت انا اللي حضرت العفريت فانت اللي تمنيت الامنية. يا نهار اسود، يعني انتوا كلكم خلاص اتفقتوا عليا؟ واضح ان انت اللي ابتديت تعاند نفسك وتتغير. يعني ايه؟ في حاجة اتحركت جواك يا حسام، غالبا الحاجة دي اتحركت بسبب اللي حصل امبارح عند احمد ومنى. انا مش فاهم حاجة. انا افهمك اللي حصل. ايه ده؟ دي مدام منى. رد بسرعة. اوكي اوكي. الو، ايوه يا مدام منى. طلقني يا احمد. بس انا نديم مش احمد، مش هينفع طلقك، محتاجين نتجوز الاول شغلانة يعني. يا نهار منيل، هات التليفون ده. هلا ست منى، مشان الله لا تحكي كلمة الطلاق واحنا بنيجي لعندكم حالا. سلام، يلا بينا يلا بينا. على فين؟ نلحق البسطرمة قبل ما تبوظ. عملت يابا اللي عليا، بصراحة هو ده اخري. طلقني يا احمد. ما تعصبينيش يا منى. طلقني يا احمد. طب ما تنرفزينيش يا منى. طلقني يا احمد. طب يا منى روحي وانتي. بس ايه يا اخواننا، في ايه؟ ايه ايه؟ اهدى يا استاذ احمد، اهدي يا ست منى، ده شيطان ودخل بينكم وحيد الله. ايه ده؟ في ايه؟ مش المفروض الشيف فريد هو اللي يقول لنا كده علشان تبقى الخناقه زي المره اللي فاتت؟ ايوه صح، ربنا ما يقطع لكم عاده والله. برافو مدام منى، لا يعني ما قوه الملاحظه عند حضرتك ما شاء الله قد النيش. ما تتكلم يا شيف فريد. الله يوافقك ست منى، الله يخليك. استاذ احمد بتوسل لكم، خلاص بيكفي بقى اصحاكم تذكروا كلمة الطلاق بنوب. يا استاذ شيف فريد، ما انت مش عارف هي عملت ايه. تاني استاذ احمد، شو هالحكي؟ وانت يا ست منى. انا مالي، هو السبب في الخناقة. طيب يا جماعة احنا مش هنضغط عليكم، يلا بينا يا شيف فريد نمشي ونشوف ناس تانية
نعمل عندهم البسطرمة ونديهم المكافأة. نمشي ايه؟ الله يخرب بيتك، ده احنا ما صدقنا. بقول لهم كده وخلاص عشان يخافوا. انت مش معايا ليه خالص؟ انت جاي في المشكلة دي انتساب. طب مش تقول لي يا جدع. ما انا بقول لك اهو. ماشي ماشي خلاص، نحن بنمشي هلا وبنترككم لحالكم. يلا استاذ نديم. يلا شي فريد. لا لا، تمشوا تروحوا فين؟ طب والمكافأة؟ ما بيصير نعطي المكافأة إلا للزوجين، وانتوا خلاص بدكم تتطلقوا. لا لا خلاص، مش بدنا نتطلق ولا حاجة. عن جد مو بدكم تتطلقوا؟ لا مو بدنا، مش كده يا أحمد؟ أيوة أيوة، احنا مو بدنا نتطلق، بدنا نتجوز. هلا انتوا متجوزين خيي، شو صاير معكم مخربطين؟ أيوة معلش احنا مخربطين شوية، حقك علينا يا شيف فريد، ما تزعلش. لا أنا زعلان. خلاص بقى يا شيف، المسامح كريم. لا خلاص، احنا بدنا نروح. خلاص بقى يا شيف فريد. الولاد خلاص عرفوا غلطهم. ومش هيعملوا كده تاني. يلا يلا بينا نبوست على البسترم. يلا بعد إذنكم يا جماعة. شلطة مرمطة هامت رترتة كنا نخلص منها، بقت زلوطة لسبعة تروح ولعيد حشرة حطيها نوح وشيت اللوطة. شلطة مرمطة هامت رترتة كنا نخلص منها، بقت زلوطة لسبعة تروح ولعيد حشرة حطيها نوح وشيت اللوطة. أيوة كده، أدينا غيرنا القماشة. تمام يا شيف فريد. إيه تمام معلم، هلا بتزبط، وكلها يومين وتدوق أحلى بسطرمة. أنت عارف إن البسطرمة اللي بتعملها دي ممكن تكون السبب في الحلم اللي انت شفته امبارح؟ قصدك ايه؟ قصدي ان ايه ده؟ ايه ده؟ حد بعت لك رساله. مش مهم، مش مهم دلوقتي، كمل يلا بس كلامك وقول لي علاقه البسطرمه بالحلم ايه. اقول لك يا سيدي، الحكايه كلها ان البسطرمه لا، ما انا مش هعرف اتكلم كده. يا عم كمل كلامك وسيبك. طب اعمل موبايل سايلنت او وضع الطيران. يا عم هو انا في محاضره؟ كمل. مش هكمل كلام غير لما تعمل الموبايل سايلنت. لازم يكون في احترام وتقدير للشخص اللي قدامك طالما بيديلك من طاقته ومن عمره وقت. حاضر حاضر يا سيدي، وادي الموبايل. ايه ده؟ في ايه؟ دي رسالة من مايا. مايا؟ عايزة ايه دي؟ لو فاضي تعالى دلوقتي نتقابل، انا قاعدة على النيل في مكان هادي، ولو جاي يقول لي حبعت لك لوكيشن. بتقول ما سمعتش، بتقول ايه؟ لا 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 مفيش حاجة، انا هحط البسطرمة في التلاجة وامشي بقى. تمشي تروح فين؟ اروح ال عندي بس حاجه في ال انا حاجه على طول بعد ما سلام عليكم. حسام يا حسام. وبعدين بقى في الحاجات الغير متوقعه اللي بتظهر فجاه في حياه الانسان دي. المكان حلو قوي. انا متشكره قوي انك جيت. لا لا، ده انا المفروض اشكرك إنك خليتيني أشوفك في المكان الجميل ده. فعلاً المكان هنا حلو أوي. هو فعلاً مكان جميل، وأنا متعودة أجي هنا لوحدي واستمتع بالهدوء والمنظر الجميل ده، بس النهاردة يعني حسيت إن عايزة حد يشاركني الوقت الجميل ده، ومعرفش ليه ما جيش على بالي غيرك خالص. أنا متشكر أوي، فعلاً المكان حلو أوي، بس أنا أستاذ حسام ممكن أسألك سؤال؟ أمال اتفضلي. لا خلاص بلاش. خلاص لا بلاش إيه؟ أصل يعني خايفة تفهمني غلط. لا 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 ما تخافيش، وليه هفهمك غلط أصلا؟ يعني أوكي، يعني عادة الراجل الشرقي بيحب الست ما تكونش يعني صريحة وواضحة، بيحب اللي تمثل عليه وتبين ضعفها. هو أصلا وعلى فكرة يعني ضعف الست مش حاجة وحشة أبدا، ده هو سر قوتها أصلا. هو أصل الموضوع طب خلاص خلاص، أنا مش هخاف وهسألك، بس خد بالك يعني ده سؤال عادي، ها ملوش علاقة بأي حاجة، وعلى فكرة مش مستنية وراء أي حاجة. ماشي ماشي، إيه السؤال؟ هو يعني لو في ست معجبة براجل، بس الراجل ده متجوز وهي يعني ما عندهاش مانع خالص إنها تبقى زوجة تانية، تفتكر تقوله بشكل صريح ولا تلمح له؟ يعني أنا شايف إنها تلمح له عشان تبقى. طيب لو الست دي هي أنا مثلا والراجل ده هو أنت، إيه رأيك؟ نسا مايا، أنا عارفة أني فاجئتك، وأنا نفسي والله متفاجئة باللي بعمله ده، بس حاسة لو استنيتك عمرك ما كنت هتاخد الخطوة دي بصراحة. أنت راجل محترم ومخلص قوي لمراتك، وأكيد عمرك ما هتتكلم مع واحدة تانية في ارتباط،
ومراتك في المستشفى. الحقيقة أنا مش عارف أقولك إيه. كفاية اللي أنت قلته، أنا فهمت كل حاجة. قلت إيه؟ ده أنا ما كملتش جملة مفيدة من ساعة ما قعدنا. ده حضرتك بسم الله ما شاء الله بتقولي كلامي وكلامك. خلاص اتفضل قول، أنا سامعك. اللي عايز أقوله إن المكان حلو قوي. مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان مطروح ولا تنسى نص كلمة. برضه مش عايز تحكي لي انسه مايا كانت عايزاك فين؟ عادي يعني، كلام عادي، مجرد دردشه. طب ايه يعني راس الموضوع كله؟ ايه الهاشتاج ولا ايه؟ ايه راس الموضوع؟ نعم نعم. ايه راس الموضوع؟ يا راس الموضوع، ايوه فاكرها، كنت بعملها في امتحان العربي زمان في موضوع التعبير، نكتب المقدمه وبعدين العناصر و... حسام ما تحورش، انا قايم اروح، انا لازم انام. اشمعنى؟ لا ابدا، بس عايز ارتاح شويه. انت ناوي عليها يا حسام؟ ما تيجي دغري كده وسكه معايا. بعدين هتعرف. انا ماشي، سلام. ماشي يا حسام. اللف والدوران ده اكيد ورا حاجه عميقه جدا وعريضه جدا محتاج اعرف. بكلاويز الحساب بسرعه. اهلا اهلا يا حسام. ها طمني أخبارك إيه؟ كل خير، نفذ الطلب وقريب قوي هتفوقي من الغيبوبة. طب حلو الكلام، والمكافأة مستنياك يا بطل. ممكن أطلب طلب؟ ده أنت تؤمر أمر. ممكن أتكلم مع مدام ميرفت السنهوري؟ هتشتكيني ولا إيه؟ لا، بس عايز أتكلم معاها ضروري، ما تخافيش، طلبك كده كده هيتنفذ. من عينيا الاتنين، اقل من رمشة عين وحتبقى قدامك. ماشي ماشي، وانا مستني. صباح شريف حسام بيه، بقالنا كتير ما تأنسناش بوجودك. اهلا اهلا وسهلا مدام ميرفت هانم، احنا موجودين وتحت النظر، بس انت ما بتسألش يا قمر. هو ايه الهزار ده؟ بلغوني انك عايزني. خير؟ كل خير ان شاء الله. انا في طلب عايزه اطلبه من حضرتك، ممكن؟ قول الطلب واشوف اذا كنت هعرف انفذه ولا لا. لا هتعرفي، انا عارف انك هتعرفي. طيب قول. خير، ايه طلبك؟ انا عايزه اتكلم مع حنان. البني ادم جواه ميزان، وكل ميزان ليه كفتين، لو كفه تقلت عن التانيه يختل الميزان. جواه شويه انانيه عشان يخلوه يفكر في مصلحته ويعيش، وشوية حب للناس عشان يخلوه يحس بغيره ويساعدهم، جواه شوية عقل يخلوه يفكر ويقرر، وجواه قلب بيحس وبيتحرك بمشاعره حتى لو مشاعره دي ودته الحاجة هو رافضها عقله، وجواه حاجات تانية كتير عكس بعض. والبني آدم بيقضي حياته كلها بيحاول يعمل حاجة واحدة يظبط بيها الميزان. أنا محتاج كوباية شاي عشان أظبط بيها دماغي وأعدل الميزان. إيه يا ميرفت هانم؟ ما سمعتيش ولا طلبي ما ينفعش يتنفذ؟ لا سمعتك، بس مش فهمك. إيه اللي ما فهمتهوش يعني في كلامي؟ الغريب إنك طول الوقت بتعمل كل حاجة عشان تهرب من حنان، ازاي دلوقتي بالذات جاي وعايز تتكلم معاها؟ لا، ما هي المقابله ديت هتكون بضمان ميرفت السنهوري. يعني ايه؟ يعني تضمني لي انها تبقى مقابله واحده وتنتهي. فهمت. وايه رايك؟ موافقه بس بشرط. ايه الشرط؟ هنفذ لك طلبك، بس كده يبقى ليه عندك طلب. تحت امرك، اطلبي. لا مش هطلب دلوقتي. ايه هتحوشيه؟ ايوه هشيله للوقت اللي يناسبني أنا. وأنا موافق، أقدر أشوفها إمتى؟ دلوقتي لو حبيت. تمام أنا جاهز. طيب هستأذن أنا، وعلى فكرة أحب أطمنك إنها مش هتقدر تأذي. تمام، كويس إنك قلتيلي. أما حاجة تضحك صحيح. يا سلام، أنت جيتي. أهلا يا حنان، هي إيه الحاجة اللي بتضحك؟ هبلي طبعا، عمري ما كنت أتخيل إن البني آدم
الطيب اللي انا اتجوزته ممكن يعمل فيا كده. ولا انا كمان كنت اتخيل، بس انت السبب، انت اللي خليتيني عملت كده. انا السبب يا حسام؟ ايوه انت، فضلت تعذبيني وتضغطي عليا وتزهقيني في عيشتي لحد ما حولتيني لاسد متوحش بعد ما كنت قطة مغمضة. لا يا شيخ، وطالما انا كنت وحشة كده ما طلقتنيش ليه وارتحت؟ انت اكتر واحدة عارفة اجابة السؤال ده. نسيتي لما قلتلك اني هطلقك؟ ده يبقى يوم المنى يا حبيبي، عشان هاخد منك المؤخر اللي قد كده، والعفش اللي قد كده، والذهب اللي قد كده. نسيتي؟ فضلت تهدديني بالمؤخر والقايمة والذهب اللي انا ماضي عليه، ما كنتش هقدر اطلقك وانت عارفه. امال كنت عايز ترميني كده من غير ما اخد حقوقي؟ يا سلام، وانا مين اللي اديني حقوقي؟ انا اللي تعبت وشقيت عشان اكون نفسي، وبعدين قررت اتجوز وافتح البيت ده، وحاولت الاقي راحتي فيه ما لقيتهاش. المفروض اني لو حبيت اطلقك اسيب لك كل حاجه. انا غلطان اني مضيت على القايمه. الله يخرب بيوتكم. القايمه دي كانت هي اللي حمياني منك. حمياكي من ايه يا اختي؟ من غدرك ليا. وانا ايه اللي كان حيحميني من غدرك؟ انت كنت مأمنة نفسك قوي، وانا كنت عبيط قوي. اتعرفت عليكي في نص ساعة واتخطبنا شهرين، وبعديها اتجوزنا، وقعت زي الجردل. كنت طول الوقت بتمثلي عليا انك رقيقة عشان احبك. انا ما كنتش بمثل. لا كنت بتمثلي، وانت نفسك اعترفتي. امال كنت عايزني اعمل ايه؟ كنت تبيني لي شخصيتك، وتوريني حقيقتك اللي انا مش شايفها قبل الجواز، وتعرفيني يا اختي اني كنت بتشخري. انا ما بشخرش. لا بتشخري، وشخيرك مش عادي كمان، شخير يهد عماره. انا ما كنتش بمثل، كل الحكايه اني ما كنتش واخده عليك. اي حد بيتعامل بطريقه معينه وسط الناس غير طريقته الحقيقيه لما يبقى واخد راحته، وانت شايفني غلطانه عشان بقيت واخده راحتي معاك بعد الجواز. ايوه غلطانه. يعني انت كنت عايزني امثل طول الوقت؟ ايوه مثلي. لو الرقه والانوثه بالنسبه لك تمثيل كنت مثلي. انتوا كده الرجاله كلهم كده، صنف واحد، يحب التمثيل والنفاق والدلع والكذب. وليه ما تقوليش اننا بنحب الست اللي تبقى ست؟ وانا ما كنتش ست. لا ما كنتيش ست، ده ضياع العفريت فيه انوثه عنك. وليه ما تقولش ان انت السبب؟ ازاي بقى ان شاء الله؟ انت اللي كنت سايبني اسوقك واتحكم فيك، ليه ما خدتش موقف؟ ليه ما تصرفتش؟ كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ كان ممكن تقنعني، تحيلني، كان ممكن حتى تزعقلي بس برقة. ما كانش في حاجة نافعة معاكي. انت اللي ما كنتش عارف تتعامل معاي. عارف يا حسام، اي ست في الدنيا بيبقى نفسها تلاقي راجل تتسند عليه، ما تفكرش وهي معاه، تسيبه يتحكم فيها وياخد كل القرارات. الست بطبيعتها بتبقى عايزة تستسلم للراجل اللي بالشكل ده، بس لما ما تلاقيش الراجل ده قد المسؤولية دي بتتحول. لو انت كنت راجل بجد كنت هتلاقيني ست بجد. عارف يا حسام، انت ما تعرفش اي حاجة عن الستات. والله عندك حق، انا بعترف اني فعلا مش بفهمكم. من ايام الجامعه، والله من ايام ما كنت بشوف بنات زي القمر ماشيه مع عيالش الاحفاد، واموت واعرف بيحبوهم ليه. اقول لك انا، الرجاله اللي بتتكلم عليهم دول بيبقى عندهم ثقه عاليه جدا في نفسهم. احنا بقى بنحب كده، بنحب اللي يعرف يتعامل مع البنت بغرور، بس غرور دمه خفيف. بنحب اللي يتعامل مع مشاعرنا ويلعب بيها من غير ما نحس. بنحب من الآخر الطاووس المغرور اللي واثق في نفسه، عشان بنحس إن الثقة دي دليل على إن الراجل ده هيعرف يسوق العلاقة. يسوق العلاقة؟ ده أنت عايز سواه مقطورة بقى عشان يعرف يسوق العلاقة. أنا غلطان إني اتجوزت جواز صالونات، كان مفروض أتجوز جواز عن حب. أبقى أقول لك على حاجة بقى، تعرف إن الحب مش أهم حاجة في الجواز؟ يا سلام، أمال إيه أهم حاجة يا فيلسوفة عصرك؟ التفاهم. التفاهم؟ لأن مهما كان الاتنين اللي متجوزين بيحبوا بعض أكيد هيختلفوا. أيوة يعني، وليه يختلفوا؟ لأن إحنا بني أدمين يا حسام. أنت نفسك مش ساعات كده بيحصل لك موقف يخليك تحتار، وتلاقي في دماغك حاجتين مش عارف تختار ما بينهم؟ ما بالك بقى لما يبقى في دماغين بيتكلموا ويفكروا ويتناقشوا مع بعض. طب واللي عايز يتجوز واحدة ما يختلفش معاها هيعمل إيه؟ يتجوز المراية يا حبيبي. يعني الواحد ما يقدرش يعيش سعيد من غير خلافات؟ تقدر تعيش سعيد وسط الخلافات. ازاي؟ بالتفاهم، تشوف انت عايز ايه ومراتك عايزة ايه، وتحاولوا توصلوا لحل وسط بس يرضيك، او حد يتنازل عشان التاني، انت مرة هي مرة، وبكده الدنيا اكيد هتمشي. انا مش عارف والله، انت بقيتي فيلسوفة من بعد ما دخلت الغيبوبة. طب ما عملتيش الحاجات دي قبل ما يحصل اللي حصل ليا فالحة.
أنا منكرش إني أنا كمان غلطانة وغلطانة في حاجات كتير، بس أنت كان مفروض تفهم إنك الراجل، أنت قائد المركب. عارف يا حسام، أنا كان عندي استعداد أبقى خاتم في صباع، بس أنت اللي فشلت إنك تحتوين. أنت اللي كان مفروض تفهم الكلام اللي قلتهولك ده وتفهمهولي، بس للأسف أنت ما كنتش فاهم وما كنتش عارف تقود العلاقة. بلا علاقة بقى بلا هباب، خلاص كلها أيام وتختفي من حياتي وأدور على واحدة تانية ناعمة كده بسكوتة أتجوزها وتملى حياتي سعادة. هي بقت كده؟ أيوة كده. أمال فاكراني إيه؟ هقعد جنب صورتك عيط؟ البوليس هيقبض عليك. ولا حد يقدر يتهمني بحاجة، أنت دخلتي غيبوبة والأعضاء كلها شغالة ومحدش عارف سببها، وبعد شوية لما يخلص الشهر كل حاجة هتخلص وهعيش حياتي من أول وجديد. ماشي يا حسين، مع السلامة. استني أنا ما خلصتش كلامي. مش عايز أسمع حاجة تانية ولا عايز أشوفك تاني. استني يا حنان، حنان تعالي هنا، أنا لسه ما خلصتش كلامي. حنان حنان حنان، استني يا حنان. ايه دوت؟ انا في حلم ولا في حلم؟ انا صحيت، فين التلفون؟ الو. الله يخرب بيتك يا بلاليني. يا عم صباح النور يا عم. شقلطة مرمطة اهمت رترتك كده نخلص منها، بقيت زلوطة لسبعت الروح وبقيت عشرة حطيها نوح وشيت الغطا. شقلطة مرمطة اهمت رترتك كده نخلص منها، بقيت زلوطة لسبعت الروح وبقيت عشرة حطيها نوح وشيت الغطا. طيب ممكن تهدى؟ مش ههدى. طيب ممكن تسمعني؟ مش هسمعك. طب انت عايز ايه؟ انا هروح اجيب البسطرمه من عند احمد ومنى، زمانها خلصت، وانت هتروح معايا حالا تجيب الاستاذ وليد من تحت تقطيع الارض، فاهم؟ فاهم، بس عندي سؤال، وسؤال مهم جدا. اتفضل. يعني ايه تقطيع الارض؟ يا دي النيله السوداء يا بني ادم، حرام عليك، انت لا يمكن تكون بني ادم، انت حتة تلج ماشي على الارض. في ايه بس يا حسام؟ في ايه يا اخي؟ يا راجل كل اللي بيحصل ده وما حركش فيك حاجة، ده الحجر حينطق وانت عمال تهزر وتتكلم في موضوع تافهة. في ايه بس يا حسام؟ في ايه؟ طب انت فاهم بذمتك يعني ايه تقطيع الارض؟ تبقى مش عارف يعني ايه. لا عارف. لا مش عارف. طب لو عارف قول. رغم انك انسان تافه وسائع، بس هرد عليك عشان اثبت لك اني عارف. طب اتفضل قول. قول. تقطيع جمع تقطوقة، والطقطوقة هي البتاعة الصغيرة التي تجدها في القهاوي عشان يتحط عليها المشاريب. طب وإيه علاقة ده بتقطيع الأرض يا حبيبي؟ يا بني آدم، مش في كائنات عايشة تحت الأرض وبينزل لهم مشاريب؟ لازم يحطوا المشاريب دي على تقطيع. صدق أقنعتني. طب اتفضل يلا. اتفضل فين؟ روح هات الأستاذ وليد من تحت تقطيع الأرض. إيه التقطيع دي يعني إيه؟ تعال بقى عشان أريح البشر من رزالتك وخليك تنزل تشوف تقطيع الارض بنفسك. الحقوني الحقوني. مات يلا وشد الهمه ومعايا البسطرمه وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمه. اوعى كده يا اخي، سيبني. ارجوك يا استاذ وليد، مش عايزين فضايح. والله هطلب لكم البوليس. لا بوليس ايه ده، انا هطلب لكم مستشفى المجانين. استاذ وليد. افندم. انت عارف حضرتك انا تعبت قد ايه عشان اعمل كوز البسطرمة دوت. طيب يا سيدي برافو عليك، وانا مالي؟ لا ما انا مش عامله ليا. انا عامله عشان حضرتك. متشكر، مش عايز. استاذ وليد، حضرتك بمنتهى الهدوء هتاخد قطعة بسطرمة من الطبق اللي في ايدي، هتحركها على بق المدام وتحاول تدوقها لها، ولو قطعة واحدة صغيرة على طرف لسانها. انا لا يمكن. استاذ وليد، مراتك قدامك، مفيش أي حاجة عالجتها، وأنا بقول لحضرتك جرب ومش هتخسر حاجة، أرجوك اتفضل. حاضر، أنا هجرب، بس عشان أثبت لك إن كل اللي بتقوله ده مجرد تخاريف، وبعدها أنا هعرف شغلي معاكو. اعمل اللي حضرتك عايزه، بس اتفضل جرب. ماشي، أنا هجرب. نانسي، وحشتيني قوي يا حبيبتي، البيت مظلم من غيرك، الدنيا كلها ملهاش طعم من غيرك. أنا آسف في اللي هعمله ده، بس في حاجة جوايا بتقولي إن في أمل، وإنتي علمتيني أصدق إحساسي، وأنا إحساسي بيقولي إن البسطرمة دي مش هتضرك، دوقي حتة صغيرة منها ولو سمعاني حاولي ترجعي. أنا زي الغريق اللي بيتعلق بقشاية، بس بدل ما بيتعلق بقشاية
بيتعلق ببستر مايا. ارجعي يا نانسي علشان خاطر ارجعي، انا من غيرك ولا حاجة. مش ممكن، انا مش مصدق، مش معقول.